مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من السد الاهلي. السد الاهلي النهارده في حصاد الجوله 31 من بطوله الدوري العام. ابو صلاح مولع الدنيا في انجلترا واحرز هدفه ال30، النادي الاهلي مولع الدنيا هنا في مصر وعمال يكسب الحمد لله في الدوري وفي الكاس. حلقه النهارده ان شاء الله تكون حصاد الجوله 31 زي ما قلت لحضراتكم. هيبقى معانا ضيوف ان شاء الله نتكلم على كل هذه الجوله بالتفصيل. قبل ما ندخل في جو اللقاء اقول لكم اخبار النادي الاهلي النهارده بسرعه جدا. كابتن حسام بدري بيقول اغلقنا ملف الكاس ونستعد بقوه لوادي دجله. كابتن حسام بدري اتكلم عن مباراه الكاس وقال ان هي كانت مباراه صعبه جدا مع فريق زي الداخليه ومعاهم كابتن علي عبد العال بيلعب بطريقه دفاعيه دايما قدام النادي الاهلي تحديدا، لكن مباراه صعبه اجتازها النادي الاهلي بنجاح وان شاء الله يجتاز هذه البطوله. كابتن حسام بدري اكد على الثنائيه الدوري والكاس وان شاء الله يكون معاهم افريقيا ان شاء الله بتودينا لكاس العالم للانديه. ده اختصار الكلام اللي قاله الكابتن حسام البدري. الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم في نفس السياق وقال لن نتحدث عن اي صفقات حفاظا على مصلحه الفريق. كلام منطقي جدا وكلام موضوعي جدا وفي وقته. ما ينفعش نتكلم عن صفقات وانتقالات وترحيلات لعيبه او بيع لعيبه او استغناء عن لعيبه واحنا لسه الدنيا فيها كاس وفيها دوري، حتى لو الدوري خدناه وفي افريقيا كمان. الاهلي بيمنح اللاعبين الذين شاركوا في مباراه الداخليه راحه من مران اليوم. كابتن حسام بدري ادى اللعيبه اللي شاركت في مباراه الداخليه راحه وده طبعا برضو كلام منطقي جدا تجنبا للارهاق. ايضا النجم هشام محمد يغادر مران الاهلي للاصابه ولكن اصابه خفيفه كدمه في الراس، حاجه طبيعيه جدا، ان شاء الله هشام يرجع بصوره طبيعيه جدا في تدريبات الغد. ايضا تدريبات اضافيه لسعد وباسم والجزار، سعد سمير نجم الفريق وباسم علي النجم ومحمود الجزار ايضا نجم الفريق. ثلاثي الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي خاضوا تدريبات اضافيه بعد مران الفريق والذي اقيم عصر اليوم. اشرف على التدريبات انيس الشعلالي والتدريب استمر لمده 15 دقيقه اضافيه. والنجم وليد ازارو يشارك في امران الاهلي الجماعي. كل الناس بتسال على وليد ازارو، الناس عرفت وليد ازار وعرفوا قيمته مع مروان محسن وكل اللعيبه صلاح محسن وكل اللعيبه الموجوده. وليد ازار نجم كبير انتظم في تدريبات النادي الاهلي وان شاء الله هتشوفوه في المباريات المقبله. وليد ازار كان بيغيب بسبب الاصابه باجهاد في العضله الخلفيه. ايضا معلول وصلاح محسن بيوصلوا التاهيل لسه على هامش مران الاهلي، لسه الموضوع محتاج شويه. في نفس الاطار علشان معلول وعلشان كمان صبري الرحيل للكابتن حسام بدري ده اجازه او راحه سلبيه، الكابتن حسام بدري بيقرر تصعيد الناشئ عمر السعداوي للتدريب مع الفريق الاول للنادي الاهلي. عمر السعداوي او عمر السعداوي بيلعب ظهير ايسر. محتاجين الكلام ده كله ومحتاجين نشوف ناشئين، والكابتن حسام اعتقد ان هو مهتم بموضوع الناشئين ان شاء الله يكون في البطولات المقبله نشوف ناشئين النادي الاهلي وان شاء الله كمان نشوفهم لو النادي مش محتاجهم نشوفهم كاعارات وان شاء الله يكونوا اضافه لاي نادي هم بيكونوا فيه. طيب موضوع مهم جدا، مباراه اليوم الثاني لبطوله الاهلي الدبلوماسيه اللي بينظمها النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد. النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم بينظم بطوله الاهلي الدبلوماسيه انطلقت امبارح بالشيخ زايد وتشهد في اليوم الثاني اقامه 15 مباراه. بدأت المباريات في 11 صباحا وتختتم في 9:30 يعني بعد قليل إن شاء الله. تنطلق أولى المجموعات بمباريات المجموعة الثانية والمجموعة الأولى والرابعة والثالثة هقول لكم بالظبط. يلتقي النيجر مع كندا وهولندا مع كوت ديفوار وأمريكا مع جامعة الدول العربية أو مع الجامعة العربية. المجموعة الأولى يلتقي الكونغو مع ماليزيا ثم مصر مع الأرجنتين ويعقبها لقاء البرازيل وانجلترا. حاجة جميلة جدا بصراحة وفكرة حلوة قوي. المجموعة الرابعة تواجه اليابان فريق الأمم المتحدة ومباراة كازاخستان مع روسيا ثم استراليا مع الهند. مباراة المجموعة الثالثة لقاء إيطاليا وأسبانيا وفيتنام مع فرنسا ومباراة ألمانيا وتركيا. على أن تختتم مباراة اليوم الثاني للبطولة بثلاث مباريات حيث يلتقي فريق الأمم المتحدة مع استراليا ثم روسيا مع الهند وتعقبها مباراة اليابان مع كازاخستان. عشان نشوف تفاصيل اكتر نشوف مراسلنا الجميل امير هشام. امير هشام اهلا بيك. كابتن ميدو تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعك في الاهلي. اخبارك ايه؟ وحشنا امير. عامل ايه يا كابتن؟ انت اكتر والله. كله تمام. طمنا قول لنا البطوله الجميله دي شايفها بطوله جميله قوي كمان بينظمها النادي الاهلي في الشيخ زايد. طمنا قول لنا تفاصيل اكتر يا امير.
طبعا زي ما بيقول يا كابتن ميدو، هي بطوله جميله، والاكبر كده كمان اصلا هو تنظيم النادي الاهلي لهذه البطوله باشتراك مع السفاره الالمانيه هنا في مصر، وكان التنسيق منذ البدايه مع مهندس فايز مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي بيشرف طبعا على هذه البطوله بشكل كامل، المسؤول عن العلاقات الخارجيه بالنسبه للنادي الاهلي. التنظيم يمكن اكثر من رائع، زي ما حضرتك قلت امبارح البطوله بدات، النهارده كان اليوم الثاني، بيشارك في البطوله 24 فريق بعد ما كان السنه اللي فاتت 13 فريق او 13 سفاره بالتحديد من السفارات الموجوده في مصر. خليني اقول لك ان مصر بتشترك عن طريق وزاره الخارجيه، وهي اللي بتتمثل في فريق مصر بيشارك في هذه البطوله، ويمكن بيأدوا بشكل جيد جدا، والنهارده كسبوا فوز كبير على الارجنتين 3-0، امبارح فازوا ايضا في مباراه اخرى بنتيجه 7-2 تقريبا. ف بشكل عام هي بطوله لها اهداف كثيره من جانب النادي الاهلي يا كابتن ميدو، هو أكيد. طبعا هو توطيد العلاقات الخارجيه بالنسبه للنادي الاهلي، وتقارب السفارات والعلاقات ما بين السفارات بشكل عام، وده شيء ايجابي مميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب، اللي اكيد بنتمنى له الشفاء العاجل، مش بس التفكير في الجوانب الانفعاليه والجوانب الرياضيه فقط، لا ايضا بيفكر في الجوانب الدبلوماسيه والعلاقات المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي مع السفارات المختلفه، وده هيجر النادي الاهلي ايضا علاقات كبيره في الخارج، وده شيء يمكن ايجابي مميز بالنسبه للنادي الاهلي. الاجواء بشكل عام اجواء حماسيه جدا، اجواء جيده جدا، في تنافس كبير ما بين السفارات اللي بتشارك في هذه البطوله، ويمكن المميز ايضا ان هي اسمها بطوله النادي الاهلي الدبلوماسيه، السنه اللي فاتت كان اسمها بطوله السفارات، النهارده او السنه دي اسمها بطوله النادي الاهلي الدبلوماسيه، وده شيء ايجابي مميز من قبل النادي الاهلي يا كابتن. اكيد يعني طمنا بقى على فريقنا الدبلوماسي، الفريق مصر الدبلوماسي عامل ايه في البطوله؟ ماشيين كويس جدا، وهم الواضح ان هم اصلا عندهم فريق بيشارك في دوري الموظفين، حداشرات بيلعبوا حداشرات وكذلك طبعا المباريات في البطوله دي خماسي كلها، فبالتالي هم جاهزين وحافظين بعض كويس جدا، وهيبقوا من المنافسين بشكل قوي جدا على البطوله دي، بجانب المنتخب الكوتيفواري والمنتخب الماليزي وايضا المنتخب الفرنسي، يمكن بيأدوا بشكل جيد جدا خلال هذه البطوله، وايضا المنتخب الالماني، خليني اقول لك المنتخب الالماني بيأدي بشكل قوي جدا، وده ظهر في مباراه الامس، وفي اهتمام كبير بشكل عام يا كابتن ميدو من النادي الاهلي ومن السفير الالماني شخصيا بهذه البطوله، وده شيء ايجابي بيعكس مدى اهميه هذه البطوله واهميه اهدافها طبعا اللي بيسعى من خلالها سواء السفاره الالمانيه وايضا النادي الاهلي، ان هم طبعا بينظموا هذه البطوله بالاشتراك سويا يعني. تمام، يعني برضو شايف مين ابرز قول لي فرقتين ممكن ترشحهم لنهائي هذه البطوله يا مين؟ مصر الفريق المصري طبعا بيشارك بشكل قوي جدا، وهو يمكن احرز 10 اهداف في البطوله، امبارح المباراه خلصت 7-0 كان 7-2، النهارده كسبوا 3-0 وما دخلش مرماهم ولا هدف، فبالتالي هم مرشحين بشكل كبير جدا للفوز بهذه البطوله، بجانب طبعا المنتخب الالماني واللي قدر انه يفوز البطوله السنه اللي فاتت، لكن الفارق طبعا السنه اللي فاتت والسنه دي هو عدد السفارات المشتركه، السنه اللي فاتت كان 13، السنه دي 24، فبالتالي السنه دي اقوى بكثير. وفي بعض يعني يمكن بعض الجماهير او بعض التاليات اللي يمكن بتتابع المباريات، طبعا مش عددهم كبير خالص، لكن بيتابعوا المباريات الخاصه بالاستفارات الخاصه بيهم هنا في مصر، وده شيء ايجابي وشيء بيعكس مدى الامن والامان اللي تتمتع بيه مصر خلال الفتره الحاليه، وده يمكن اللي بنعيشه كلنا خلال الفتره دي يا كابتن ميدو. وطبعا الاجواء والاتموسفير بشكل عام بالنسبه لمصر، ان النادي الاهلي او اي مؤسسه مصريه تقدر تنظم اي بطوله، ما بالك بطوله خاصه بدبلوماسيين واشخاص يمكن مهمه جدا أكيد. خلال تواجدها هنا في مصر، وده اكيد شيء ايجابي جدا فعل النادي الاهلي مؤخرا، ويحسب بكل تاكيد للنادي الاهلي ومجلس ادارته وكابتن ميدو. اكيد يا امير هشام، شكرا جدا على هذه التغطيه المميزه وكل التفاصيل اللي اديتها لي، شكرا جدا ليك. اكيد بطوله مميزه بينظمها النادي الاهلي، زي ما قال امير هشام بطوله مهمه جدا وفيها شخصيات مهمه جدا بينظمها النادي الاهلي، يعني بيقول ان الدنيا كلها امان والدنيا جميله جدا في مصر، وان شاء الله تطلع بطوله ناجحه جدا، وان شاء الله برضو مصر تاخد، احنا برضو كمصريين عايزين برضو مصر تاخد اي حاجه حتى لو بطوله دبلوماسيه. نطلع كمان نشوف تقرير عن هذه البطوله بالتفصيل، بطوله النادي الاهلي للدبلوماسيين، ونرجع لحضراتكم على طول. I've just learned
everybody at least understands English, so I try not to let us wait too long. I try to do it in English. Vous pouvez parler français. Monsieur le consul, venez. Venez ici. Okay, yeah, I'm, let's say, excellencies, players, excellency players, because this is a category which is made possible by this tournament, fans, and ladies and gentlemen, it's for me a pleasure to really, for the second time, to open the diplomatic tournament which Al Ahly organizes in close cooperation with the German embassy. Last year we had the initial tournament, which was quite a success, much more than I expected it. I didn't know there's so much football energy here in the Corps Diplomatique, but I was really surprised, and it was quite a success. So this year we will have more than 20 embassies. We will have teams of the Egyptian Foreign Ministry, of the Arab League, of the United Nations. So it's really a wide range of players which fully justify the motto, the slogan of this tournament, uniting the world in Egypt. It's really something which gives meaning to our idea of this tournament. And I'm happy that my French colleague, the consul of the French embassy, is here as well, and that we both look forward to a match tonight, which really shows on the sports level, as well as on the political level, how things can change. Recently, I think you won more often than we did. It's something which shows energy, which has centuries ago been directed into wars, into conflicts, into quarrels, can really much better play out in the sports arena, in a stadium like we have it here. And that's why I'm really happy that together with France we can here open the tournament in a very active way, where we have really both teams playing together and showing how good things can develop in politics, but as well in football. I'm looking forward to a fascinating tournament. I'm looking forward to beautiful matches, to competitive matches, to matches which are particularly fair. I think that's important. And it shouldn't be too diplomatic. It can be a little bit diplomatic, but not too diplomatic. Try really to play out your strength and give us some tension, give us really some excitement about the game, and let it be open until the last minute. Yeah? I wish all of us a good tournament, and really with a thought in mind, uniting the world in Egypt. Thank you very much. We are having so much fun with both embassies today, and we as a Al Ahly club, we always, our objective, we have more goals than sports perspective goals. We have always a social integration development goals, so that's why we are here today, and we are executing around our second diplomatic competition. Wish you all to have so much fun with us today. We want to welcome everybody and Mr. Ambassador, and wish you to have a lot of fun with us. Thank you so much. إن شاء الله البطولة نهاية البطولة إن شاء الله يكون إحنا تكون بالشكل اللاقي اللي هي بدأت به. إن إحنا بنشكر من هنا طبعا السفير الألماني اللي كان متواجد معانا على طول ويقدم كل الدعم، جميع السفراء اللي شرفونا وحضروا في البطولة. بنشكر الأستاذ هشام مرزوق، والنهاردة اليوم التالي للبطولة. امبارح ان شاء الله اقيمت اليوم الاول للبطوله وانتهت المباراه، ان شاء الله ممكن نوفقه بالنتائج. والنهارده اليوم الثاني للبطوله بدا من الساعه 11 صباحا ومستمر لغايه 9:30 ان شاء الله مساء. احنا عندنا 24 سفاره مشتركه، كل
كل فريق ليه 10 ضيوف بما يقرب من 500 ضيف و 500 زائر. كل الأمور تيسرت ليهم من ساعة دخولهم للبوابة لتواجدهم في أرض الملعب لعيبة وأسرهم وجميع السفارات وجميع الدبلوماسيين اللي هم بيتواجدوا هنا. وكالعادة النادي الأهلي دايما رائد في كل المجالات، إن شاء الله تكون بطولة ناجحة، إن شاء الله ترفع كمان من مصر كمان وكمان، وأكيد كل الهيئات الدبلوماسية بتتكلم عن مصر بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأمان كمان في كلامهم. كل الحديث اللي حضراتكم سمعتوه كان بيتكلم في إطار أن مصر بلد أمنة جدا جدا، وأهلا وسهلا بأي حد يدخلها. عايز أطمنكم على صلاح، أكيد كل الناس ليفربول كسب 3 ثلاثي مرعب، سايدو ماني وصلاح وفيرمينيو أحرزوا 3 أهداف ليفربول في مقابلة بورنوس. كل التوفيق لصلاح نجم مصر وفرعون مصر. عايز أقول لكم كمان أن الإسماعيلي كسب المقاولين بهدفين لحسني عبد ربه، كده الإسماعيلي في الدور قبل النهائي لكاس مصر، هيستنى الزمالك الفائز من الزمالك والإنتاج الحربي. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام كباتن الكبار كابتن ضياء عبد الصمد والكابتن محمود أبو الدهب عشان نتكلم فيما حدث في الأسبوع الماضي في الدوري العام. فاصل السنة. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني يوم مصر الكبار كباتن الكبار كابتن ضياء عبد الصمد. انا سامع بيك استاذ خولة ميدو، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، ربنا يخليك. زي الفل يا كابتن، نور الدنيا، ربنا يخليك يا ميدو. ايضا نجم مصر ونجم النادي الاهلي المدفعجي بقى وكان حائط الصد ايه، كنا بنقول عليك حاجات كتير قوي يا كابتن محمود. ده شرف ليا يا كابتن، منور الدنيا. انا مبسوط النهارده اني مع حضرتك، وانا يمكن انا ما قابلتكش من فتره، وانا ببارك لك طبعا، ربنا يخليك انت موجود في بيتك. شرف ان انا موجود مع الكابتن ضياء حبيبي حبيبي، وربنا منهم كتير على فكره، وناس من المدربين المحترمين. يعني يمكن انا لسه كنت بتكلم معاه قبل الهوا بقول له انت فين من الشرطه والداخليه، يعني هم اللي قرروا يتعاونوا. ربنا يكتب له الخير ان شاء الله، فربنا يكتب له الخير في حته ثانيه. يعني ربنا يخليك يا ابو الدهب حبيبي، طبعا ان هي بتقبل الناس الكويسه ما لهاش مكان يا كابتن. ان شاء الله ليهم، ان شاء الله باذن الله. كابتن محمود ابو الدهب وكابتن ضياء عبد الصمد، هنتكلم بكل التفصيل عن مباراه الجوله ال31، ولكن نروح لتقرير اهلا بحضراتكم من جديد. تقرير يعني جامع وشامل كل حاجه حصلت في الجوله 31. بشكر الزميل هشام حسين على المجهود الرائع، وطبعا كل فريق الاعداد وكل فريق الاخراج. يعني تحب نبدا كابتن ضياء من مباريات بتروجيتو المقاولين اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، احرز للبتروجيت محمد شاهين واحرز المقاولين محمد ناجي جدو. والله كابتن يعني هقول لك حاجه، يعني الماتش بتاع بتروجيت والمقاولين تحس ان هو مش برضو يعني ترتيب مراكز، ما فيش مشكله بالنسبه للفرقتين. يمكن كابتن طارق يحيى عايز برضو يقول الفتره اللي فاتت الكوره ما كانتش معاه في اول الموسم اللي فات واللي قبله، فعايز يقول انا موجود، وهو طبعا بخبراته الكبيره والكبيره في الدوري الممتاز بدا يحط رجله يعني كويس في الفرقه. كابتن عوده يعني نقول بدايه المقاولين في الدوري كانت ماشيه كويس جدا. عايز اول 6 أسابيع ذكرت الكابتن محمد عوده، انا عايز اقول للساده المشاهدين ان محمد عوده تقدم باستقالته رسميا لمجلس اداره نادي المقاولين العرب بعد خسارته من الاسماعيلي، واللي على اثرها خرج من كاس مصر. خساره؟ لا، انا كنت مع يعني في كام مداخله مع الباشمهندس محمد عادل، واشدت بعوده واشدت بالجهاز، ومش بص عوده لو انت ده كان يعني قرارك، انا على ما اعتقد انت اخطات في القرار دوت دلوقتي برضو، واتمنى من مجلس اداره نادي المقاولين هو ما ياخدش بالقرار دوت، يصبر شويه. زي ما بقول لك كابتن ميدو ان المقاولين ابتدى في بدايه الدوري كويس جدا، اول 6-7 ماتشات كل اللي اتفرج على المقاولين يقول لك انا واحد من الناس سهل جدا ان انا ممكن انافس السنه دي، كان شكل كويس جدا لغايه ما حصلت مشكله، خسر ماتش 2 اتعادل في الاسبوع التاسع او العاشر على ما اعتقد. بعد كده الماتشات المؤجله وكان منهم يمكن ماتش الاهلي رايح جاي، دي اثرت عليه جدا. وانت عارف كابتن ابو الدهب طبعا انت عارف ان ماتش الاهلي عموما
بيهد يعني طبعا. اللي بيلعب قدام ماتش الاهلي الاهلي يعني الفرقه يا بخت الفرقه اللي بتلعب الفرقه اللي بتلعب النادي الاهلي طبعا. فدي كانت من الحاجات اللي كانت برضو ممكن اثرت شويه على فرقه نادي المقاولين. فرقه المقاولين فرقه محترمه عندها اسماء كبيره جدا اسماء تقيله والفرقه بدات خلاص يعني انا ليه بزعل يا كابتن ميدو ماتش او اتنين او تلاته تحصل معايا دروب فيه وبعد كده الجهاز يتغير. هو المقاولين في المركز ال 12 كابتن برضو يعني خلينا نتكلم بموضوعيه، المقاولين في المركز ال 12 في الدوري العام عنده 38 نقطه، فرق بينه وبين ال 14 او ال 12 او المركز ال 15 اللي بينافس على الهبوط 8 نقاط. كتير لا هو مش هو بعيد جدا عن موضوع الهبوط يعني, يعني لا انا بتكلم كوضع نادي المقاولين بالظبط. معلش انا برضو عايز اقول حاجه، ما هو النادي المقاولين لما تيجي تبص عليه السنه اللي فاتت واللي قبلها كان في خضم مدربين كبار يا كابتن ميدو كان موقف النادي وحش جدا ولما جه عوده ولما جه كابتن عوده عمل نتائج كويسه جدا وكان ما شاء الله فنش كويس وابتدى بعد كده يمكن السنه اللي فاتت كان موجود والسنه دي لغايه دلوقتي هو ماشي كويس جدا فدي يمكن برضو تحسب له. انا بتكلم عليها يا كابتن ميدو، اي جهاز فني في الدنيا لما يقعد مع فرقه سنه ولا اتنين بنسبه 80% 90% الاستقرار بيتوجد بالظبط. الاحلال والتجديد مش هنقول بقى ايه الممنهج اللي شكله كويس اللي انا عارف محتاج المركز ده محتاج بديل من المركز ده محتاج اتنين لا محتاج واحد فاضيق الحلول فحته الاحلال والتجديد اللي موجوده دي بشكل محترم ممنهج اختار لي اربع خمس لعيبه هعمل فرقه كويسه مع الوضع في الاعتبار حته السن يا كابتن ميدو دي نمره واحد نمره اتنين هتغير جهاز كامل هيجي لك مدير فني هيبدا يختار ويبدا تعمل نحصل نفس المشكله هي نفس المشكله هتغير 10 12 لعيب اساسي في الفرقه هتغير هتلاقي القوام بتاع الفرقه قل شكل الفرقه قل لكن دلوقتي انا اتمنى فعلا من كل قلبي ان مجلس اداره نادي المقاولين لن يقبل استقاله عوده. تفتكر ان عوده قدم استقاله بناء على رغبته هو ولا بناء على توصيه من بص بقى كابتن ميدو لان كمان المهندس محمد عوده محمد عادل كان من يعني اكتر الناس المساندين ليه سبورت ليه ما انا بقول لك انا كلمته كتير الناس اللي ساندت محمد عوده في تاريخ التدريب. اصل اقول لك حاجه دلوقتي كابتن وممكن يكون قرار انفعالي برضه كابتن لان الدوري خلاص خلص كابتن ليه يعني ايوه يعني, يعني لو فكرنا في حته الاسئله دلوقتي يا كابتن عبدالله واحنا فكرنا في حته الاسئله ان عايز يجيب حد دلوقتي علشان الثلاث اربع ماتشات دول يبص للناس اللي هتنفع كلام بقى كابتن بقى خلاص لا تفتكر برضه الاستقاله بناء على يعني ما حاجه من الاثنين كابتن حاجه من الاثنين ممكن الكابتن عوده ودي مش يخرجوا منهم يرفع الحرج عن الباشمهندس محمد عادل خد مني بقى دي يا كابتن بقول لك دي اساسي بس انا اعتقد غير كده اعتقد إن ممكن محمد عادل المتبني محمد عوده ما لسه اقول لك اهو يرفع الحرج عنه عشان يطلع محمد عوده يقول كده في وسائل الاعلام اكيد يرفع الحرج عنه يا ميدو بمعنى ايه ممكن. يعني لو باشمهندس محمد عادل مساند ضياء عشان ما حدش يقول له يا محمد يا عادل محفظ بالالقاب انت عوده انا طلعت قلت خلاص انا هسيب بس في فرق كابتن مع احترامي الشديد لرايك طبعا في فرق ان انا في بيني وبينك مساحه ان احنا ممكن نتكلم في اي حاجه حتى انا سندك اساسا وصبرت ليك على طول فلازم قبل ما تعمل حاجه زي كده لازم ترجع لي ده يعني انا معاك بس لكن ارفع الحرج عن مين اذا كان هو اصلا ممكن قال له لو حصل مشكله وبعدين ده كاس مصر احنا في كاس مصر دلوقتي مش ماتش في كاس مصر يعني طب ملوش علاقه تماما بالدوري انا بقول لك انا بستشف في الحته دي لان محمد عوده من الشخصيات المحترمه الهاديه اللي بتحفظ مش هقول لك ماء الوجه لا اللي بتحفظ جميل لاي حد ممكن يعمل له جميل فيه انا متاكد ان دي كويس قوي الثانيه يا كابتن انه ممكن قال لك خلاص بقى مش هتمشي معايا فانا خلاص كده اللي عايز يجي من دلوقتي ويشتغل بقى السنه الجايه من بدايه الموسم كابتن بس انا اسف يا كابتن المقطع بس عايز اقول لك حاجه ممكن يكون الكابتن ميدو قصده ايه ان هل هو ضغط عليه من مجلس اداره او من ناس مسؤولين في المقاولين العرب او هو اللي طلع ممكن انت عارف ان يعني كفايه كده ان انت مدير فني ممكن لا بس انا عايز اقول لك قرار عمره كل الباشمهندس لا هو قرار يا كابتن ميدو هو قرار جماعي قرار عوده ممكن يكون خده بعد المباراه كان عنده طموح لان هو برضه يعني احنا لو بصينا النادي المقاولين السنه اللي فاتت ان هم اعتمدوا على عوده بشكل كبير جدا لسه شاب بعد النتائج الكويسه جدا بعد كابتن حسن وكابتن طارق العشري ومجلس الاداره كله كان مسانده يا كابتن والباشمهندس محمد عادل فممكن يكون خد قرار ان هو عمل نتائج كويسه او عمل اداء كويس بشكل محترم بس انا رايي اعتقد يمكن على ردا على سؤال حضرتك ان عوده خد القرار من نفسه يعني القرار اتاخد من نفسه وانا معاك في دي يمكن قرار ما جاش قرار
قرار انفعالي بعد المباراه ان هو زعلان او حزين على الخروج من الكاس مصر فبالتالي خد القرار ده ممكن. فده ممكن هو ده اللي ممكن ياثر يعني بشكل ممكن. كبير يعني برده خلينا في المباراه نفسها برده كابتن قبل ما اروح لكابتن محمود ابو الدهب بتروجيت لو حد حضرتك تتكلم عنه لا بتروجيت بص بدات يعني برده نتيجه تتحسن شويه مع كابتن طارق يحيى حسن كتير بدات الفرقه برده ترجع لعادها القديم بقى فريق بتروجيت مش فرقه قليله فرقه محترمه فرقه تقيله ليها اسم ليها كيان عندها كل الامكانيات اللي تخليها فرقه من الفرق المربع الذهبي في الدوري المصري عندها كل الامكانيات اللي تخليها كابتن ميدو انها تنافس على كاس مصر او كانت تلعب وتاخد كاس مصر عندها لعيبه كويسه عندها كل حاجه الفتره اللي هي اتلخبطت فيها ديت برضو انا ما اعرفش الافه اللي موجوده عندنا كابتن ميدو انا نفسي الافه دي يعني نشوف لها مبيد وان اللي هي تغيير المدربين بنتائج ماتشين ثلاثه يا كابتن يا كابتن الكلام ده ما بيحصلش انا 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 يعني الفعل فعلا بيأثر على مستوى اللعيب وعلى اللعيب وعلى الثقه السبب يا كابتن ثلاث اربع مدربين هو لك كابتن ميدو وعلى الهوا ثلاث اربع مدربين خدوا القرارات ديت مع بعض الانديه انديه شافت ان القرارات دي ممكن تكون صحيحه خدوا زيهم مشوا على نهجهم وخلاص بقت قافله مين السبب ما هقول لك مين اللي بيتحكم في الامور مين اللي بيجيب مدرب للاسف 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 كابتن بص هي نمره واحد وكلاء ليهم مصلحه بيكلموا انا اسف وبتاسف برضو عفوا لبعض الرؤساء الانديه او مجالس الادارات او مشرفين الكره اللي الفكره عن الكره عندهم قليله مش كتيره قوي بيقتنعوا كلام الوكيل بس وانا بتكلم غلط كابتن ده السبب صح يا بتكلم صح السبب مين بتوع كوره كلنا كابتن على فكره مين اللي بيختار يا كابتن ما انا بقول لك اهو كده مين بيجيب المدرب الوكيل لا مجلس اداره رسميا مجلس اداره الممثل في رئيس مجلس اداره يعني رئيس مجلس اداره ليه كلمه بس خلي بالك خدت دلوقتي الوسيط مين يا كابتن انا لا دي المشكله اللي حد اللي خاف يا كابتن ابو الدهب لازم انت بص حضرتك انت فتحت انا مش عايز اعلق شماعه يعني انا راجل صاحب قرار اقول لك كابتن محمود عبد الدهب هو الاصل لا 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 حضرتك يعني فتحت موضوع مهم جدا او كابتن ميدو انت النهارده لما بتجيب المدرب يا كابتن او المدير الفني من اول السنه شغال وقلقان من بدايه فتره اعداد قلقان ان هو لو عمل نتائج وحشه هيمشي صح. لو اتغلب ماتش هيمشي فبالتالي الراجل نفسيا صح. مش, صح. مش مش طب نفسيا طب مش هيأدي مين اللي غلطان في الحته دي الغلط يا كابتن غلطان ان انا ايه ان انت ما عندكش منظومه احترافيه ما عندكش حد بيحمي المدرب او المدير الفني موجود في مصر فبالتالي النهارده المدير الفني لما بيجي يعمل فتره اعداد كابتن محمود انا نفسي احمي نفسي وانا صغير احمي نفسي ازاي يا كابتن انا كمدرب حضرتك رئيس مجلس اداره جبتني يا كابتن هقول لك انا عايز كذا انا شروطي كذا وكذا معلش كابتن مش هقاطع كابتن ده معلش كابتن الحته دي صغيره بس حته صغيره معلش يا كابتن اسف يعني من ست سنين او من خمس سنين خلاص من خمس سنين وست سنين مش عايزين نقول اسماء لا مش هو لا 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 ما بقولش اسماء لا لا ما تقلقش اتكلم على حضرتك لا 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 ولا هجيب ولا هجيلي كمان ولا هجيلك ولا هجيلك في العموم من سبع سنين يا كابتن تمام ثمان سنين كم مدرب كان بيتغير في مصر كتير في الفرق لا في السنه الموسم الواحد ما كانش كان قد ايه يا كابتن واحد اثنين ده ايه يا كابتن ده انت بتتكلم على 16 نادي صح او ال 14 نادي واحد او اثنين ثلاثه بدا يوم ما تقول يا جنيه الدنيا اتقلبت ثلاث اربع انديه غير ثلاث اربع مدربين دلوقتي يا كابتن في الموسم الواحد اثنين وثلاثة ممكن اربعه مدربين يا كابتن هتلاقي اي فرقه طب ده انت ده دي شكلها يا كابتن ميدو دي حتى عندك انت في مصر هنا لو عشان لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي فمحدش يزعل او ما نحطش نفسنا في حرج النادي عندك اداره محترفه عندك جهاز فني محترف عندك لعيبه محترفين فبالتالي لما بيحصل استقرار وفي نتائج يا كابتن ما بيحصل كل ده نتائج بتجيب بطولات وبتجيب اداء النهارده انت بتتفرج على النادي الاهلي بتبقى سوريا في اللفظ ان انت حاطط رجل على رجل وحاطط في بطنك بطيئه ان انت هتكسب في اي وقت هيجي جول فانت النهارده بتتعامل مع منظومه محترفه النهارده لما جينا فرقه زي النادي المصري حصل فيها استقرار لما يكون الكابتن حسام حسن الموسم الرابع بقاله اربع مواسم النهارده المصري ده اللي بتكلم عليه يا كابتن مصر كان زمان بينافس على الهبوط يا كابتن كان بيبقى بيقعد ده اللي بتكلم عليه بقى اقنع الجميع ما اقنع ليه في شغل كام سنه يا كابتن كام سنه اربع سنين كابتن خلي بالك يا كابتن طب اقول لك حاجه كابتن ميدو مع حسام دفعتي وحبيبي واخويا وحبيب قلبي وكل هو وابراهيم تمام تمام خلي حسام يجي معايا فرقه دلوقتي ومش في شخص حسام اسمه حسام حسن لا قول لي قول لي انا ارد عليك مكانه انا تقول حاجه يا كابتن انت حسام حسن دلوقتي انت ميدو او انت سي من الناس تمام خلاص بس مش انت حسام حسن روح امسك اي فرقه واخسر ماتشين وتعادل ماتشين لا ما انا هقول لا لا هقول لحضرتك اي فرقه طب ناخد الكابتن محمد عوده كابتن محمد عوده مدير الفني نادي المقاولين اهلا بيك يا كابتن محمد كابتن ميدو حبيبي ربنا يخليك كابتن وتحياتي للكابتن ضيار الجميل احنا زعلانين على اللي احنا سمعناه يعني احنا بصرف النظر عن النتيجه ربنا يكرمك بصرف النظر عن النتيجه كابتن محمد احنا زعلانين والكابتن ضيار لسه بيقول
القرار ده فعلا انت خدته ولا ده كلام اشاعات؟ والله يا كابتن ميدو القرار ده انا واخده قبل الماتش، انا جمعت بس اللي يعرف الكلام ده الجهاز الفني بس اجتمعت بيه وقلت له لو حصل حاجه النهارده قد مش هكمل تاني مع الفرقه. لان يا كابتن ميدو انت عارف الكوره لما بتديك ضهرها وتقف خلاص. الحمد لله انا راضي بكل الرضا على السنتين ونص اللي كملتهم في نادي المقاولين العرب كمدير فني. النهارده انا جايب 25 بونت من الدور الاولاني، يمكن الفرقه اللي لسه عندها امل عندها 25 بونت دلوقتي، فانا الحمد لله الفرقه اعلى من بدري. انما ده مش طموحي يا كابتن ميدو، مش طموحي خالص، طموحي وعامل فرقه كويسه تعبت معاهم، يعني كان لازم الفرقه دي تبقى في المربع الذهبي. تمام. السنه دي الحاجه الوحيده اللي كانت ممكن تعوضني كان كاس مصر وانا النهارده خرجت منه، فملهاش لازمه خالص ان اكمل مع الفرقه. بشيل اللي احرجنا على مركز اداره، قدمت الدرس النهارده رسمي ولا راجع فيها، يعني ده قرار نهائي بالنسبه لي. ان شاء الله انا اقصد ثلاث ماتشات، اي حد يجي معاه فرقه محترمه واقفه على رجليها. وخليك فاكر يا كابتن ميدو وكابتن ديار وكابتن قدام، اي حد هيجي هيكسب الثلاث ماتشات اللاجئين اللي انت الحمد لله الفرقه واقفه على رجليها، فرقه كويسه. ان السنه دي انا مش محظوظ، انا في كل الدور الثاني كل هجمه تيجي عليا ممكن يجي في الماتش كله هجمتين بيجوا عليا بيجوا اهداف، عمال اضيع كتير، فهي واقفه واقفه في الدور الثاني. بحمد ربنا على الفتره اللي فاتت دي والحمد لله على كل شيء. طيب انا سبتك تتكلم، تعال نتكلم مع بعض يا كابتن محمد. انت عارف يعني انا علاقتي الشخصيه بيك قبل الاعلام والكلام ده. طبعا يا كابتن. يعني ليه الكوره هتقف معاك لسه؟ هتقف معاك مره واثنين وثلاثه؟ لسه احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ولسه قدامك ما شاء الله العمر كله. يعني فريق انت كونته وعملت فرقه حلوه والبدايات كانت جميله جدا والدور الاول كنت ماشي جميل جدا، ايه المشكله ان هي وقفت معاك دور؟ يعني ايه المشكله؟ دي نقط كتير، عارف مش محظوظ الدور الثاني. وكمان يعني عايز انا اسف ان انا اقطعك، بس كمان المهندس محمد عادل بيدعمك وبيحبك، وكمان غير ان هو بيحبك عشان انت بتشتغل وعامل حاجه كويسه. فيعني الحمد لله. يعني ليه الاصرار على القرار؟ يعني ليه الاصرار على القرار؟ لسه ياما هنقع يا كابتن محمد، وهنقف وهننفض هدومنا وهنرجع نقف نقعد ثاني. ده جوارديولا نفسه بيقع وبيقوم ثاني. مورينيو انت عارف اقول لك حاجه يا كابتن، صدقني لو انا في اي نادي ثاني كنت ممكن اكمل الثلاث ماتشات دول وامشي بعد الثلاث ماتشات، انما انت عارف ده انا ابن النادي، انا بشيل من عنهم اي احراج ان هم اي حد يجي يكمل. وانا شايف انا لو القرار ده محتاج ان انا اقعد الثلاث ماتشات ما كنتش قدمت الدرس، انما انا شايف ده في مصلحه النادي لان هي وقفت يا كابتن ميدو، وقفت خلاص، وقفت صدقني مش هعرف اكسب الفتره الجايه. فانا احسن حاجه دي دي حاجات كتير، يعني غير انها واقفه دي حاجات. النهارده انا نص الملعب الاربعه اللي بلعب بيهم مصابين، النهارده ابراهيم صلاح، النهارده رامي عادل، اسلام فؤاد، سوسته، الاربعه مصابين ومع ذلك الحمد لله ماسكين الماتش بروح بنضيع. يعني الحمد لله بنحمد ربنا على الفتره دي. وانا فعلا ده قرار كويس لمجلس الاداره، لان فعلا حتى لو حتى هيجي عشان يكمل السنه الجايه لازم يخش الثلاث ماتشات دلوقتي يشوف يتعرف على الفرقه ويبدا. والحمد لله وخلاص، يعني الحمد لله ده قرار راجع فيها كابتن. الحمد لله. طيب انا كابتن ضياء عبد الصمد هيكلمك وانا هرجع اكلمك تاني يا كابتن محمد. يا عوده مساء الفل يا عوده حبيبي. ضياء جميل حبيبي وحشني كابتن. حبيبي يا كابتن عوده ازيك؟ حبيبي كابتن حبيبي. انا لما كابتن عوده قال لي انا برضو انا يعني مش عايزك تاخد القرار دوت بالشكل دوت، ما تعملش زي انا ما عملت يا عوده وخرجت من الداخليه بعد 10 ماتشات، وانا كنت عارف وانت لعبت معاك ماتش واثنين كان في اسكندريه ولا عندك في المقاولين. طبعا كان النتيجه كانت يعني للاسف في ال10 ماتشات كانت مش جيده جدا، لكن الاداء كان شكله واضح ان هو يعني الناس كلها كانت بتشيد بالاداء بشكل نادي الداخليه. انت عامل موسم كويس قوي يا عوده، خلاص عرفت فرقتك زي ما الكابتن ميدو بيقول، في سبورت كبير جدا من الكابتن باشمهندس محمد عادل، الناس يعني خلاص انت حطيت المقاولين على درجه كويسه جدا في اول الموسم وماشي كويس. زي ما الكابتن ميدو بيقول لك هتقع وهتنفض هدومك وهتقوم تاني، وحصل مع مورينيو وحصل مع جوارديولا وبيحصل مع كل مدربين العالم. مش عايز دي تبقى برضو من الخبرات اللي انا اكتسبتها يا عوده، تبقى أول ما تقول إن الكورة اديت لها ظهرك إن أنا خلاص همشي، لا إطلاقا يا عودة. أنت مدرب كويس وعامل نتائج كويسة جدا بعد خروج اثنين من المدربين الكبار جدا، الكابتن حسن شحاتة والكابتن طارق العشري، مسكت المقاولين واشتغلت وعملت نتائج كويسة. ليه أنت ما تفكرش في دي وفكرت في إنك أنت الكورة اديت لك ظهرها وقالت إن هي مش هتوفق معاك أو خلاص ما بقتش أنت هتاخد منها حاجة؟ أنا أرجو يا عوده لو في يعني مساحه او مجال للعوده
فكر في القرار ده كويس قبل ما تاخد القرار. يعني بلاش نقول يا كابتن محمد ان هو قرار نهائي يعني، دي فرصه. والله يا كابتن ميدو معلش انا ربنا خليكم لينا وانتوا ناس محترمه قوي. كابتن ضياء فعلا كان عامل فرقه محترمه، لعبتوا حوالي 3 ماتشات في الاعداد الداخليه. بس انت عارف يا كابتن ضياء، انت عارف لما الكوره بتقف خلاص. انا القرار ده ما خدتوش بعد الماتش، ما خدتوش تحت ضغوط، ما خدتوش بعد هزيمه، لا انا القرار ده واخده بقالي يومين عمال اصلي استخاره. وفعلا زي ما قلت لحضرتك يعني خلاص ده مصلحه النادي، لان فعلا لو حد جه دلوقتي الفرقه هتبدا تزيد معاه الفتره الجايه، هيبدا ان شاء الله 3 ماتشات وممكن يكسبهم يحسن وضع الفرقه، وان شاء الله تبقى في مصلحتي انا كمان لما الفرقه تتحسن، وان شاء الله للسنه الجديده، لان خلاص ده اخر قرار ليا، وبشيل الاحراج مع مجلس الاداره. واظن ان شاء الله الاستقاله اتقبلت، يعني عرفت انها اتقبلت ان شاء الله في مجلس الاداره. والله يا كابتن محمد يعني انت شخصيه محترمه، وربنا يكتب لك الخير في اي مكان ان شاء الله، وكل الناس شافت انت عملت ايه، وكل التوفيق ليك، والناس هتحترم قرارك، وانا احترمت قرارك واحترمت رايك طالما انت مصمم وشايف ان ده في مصلحه النادي قبل ما يكون في مصلحتك انت الشخصيه. حبيبي كابتن ميدو اشكرك. كل التوفيق ليك كابتن محمد عوده المدير الفني السابق لنادي المقاولين، شكرا جدا. يعني هو واخد قرار ومصمم، ويعني استشارت حته ان انا برفع الحرج عن مجلس الاداره. خدت بالك انا قلت لك ايه ميدو في الاول ان هو ممكن يكون بيرفع الحرج عن مدرب كويس. مدرب كويس وعامل شغل كويس. ربنا يوفقه وربنا يوفقه ربنا يوفقه يا رب يكتب له الخير في اي مكان تاني، وان شاء الله كل التوفيق لنادي المقاولين العرب في اللي جاي مع المدرب اللي ممكن يعني هنعرف بعد شويه هيكون. انا شايف انه ممكن يكون كابتن علاء نبيل، يعني بنسبه كبيره جدا كابتن علاء نبيل هو اقرب المرشحين، لان كابتن علاء نبيل عنده من الخبرات ما تكفي ان هو يمسك في نادي المقاولين. كابتن علاء نبيل مدير قطاع الناشئين في نادي المقاولين حاليا، كابتن علاء نبيل عنده من الخبرات ما شاء الله، اشتغل مع كابتن الجوهري فتره كبيره جدا، فاعتقد ان هو اقرب المرشحين لخلافه الكابتن عوده، او اقرب المرشحين لرئاسه الفريق الجهاز الفني لنادي المقاولين العرب. كل ده المقاولين اكيد ابن مخلص كمان. طيب نطلع بقى من جو بتروجيت والمقاولين، خدنا فيه كلام كتير جدا كابتن ابو الدهب، نروح لمباراه دجله والقرصوطي. دجله برضو عليها علامات استفهام. عايز اقول لك على حاجه، قول لي على حاجه. انا سعيد جدا باداء القرصوطي طبعا، من اول الموسم يمكن لا ما عندهمش نجم يا كابتن، من اول الموسم بيلعبوا بنفس المستوى بنفس الطريقه بنفس السيستم، عندهم شراسه هجوميه ودفاعيه يا كابتن. اللعيبه صغار السن، يمكن الكابتن علي ماهر عامل حاله جامده جدا، محبب اللعيبه في بعض، محبب اللعيبه دي مهمه جدا، محبب اللعيبه فيه. يمكن الكابتن علي كمان اشتغل بمنظومه احترافيه، جاب الكابتن هادي خشبه كمنظومه اداريه او احترافيه في النادي، ان هو بيساعده بشكل كبير جدا. عايز اتكلم على يمكن مستواه طول الموسم يا كابتن ثابت، يعني يمكن كمان في حاجه كويسه يمكن الكابتن علي ماهر عاملها، ان انت النهارده هو خد اللي عاوزه من بدايه الموسم، ان هو جمع بنات على اساس ان اول سنه ليه ان هو يقعد في الدوري الممتاز، ابتدى نفسيا يستريح، ابتدى يقدم كره كويسه. يمكن شفناه في وادي دجله يا كابتن بيلعب بمستوى ثابت ومستوى هادي جدا، وبيلعب الكره بتاعته كويسه. الحاجه الثانيه ممكن نتكلم على مستوى وادي دجله، يمكن من بدايه الموسم وادي دجله غير كتير او غير في جلده كتير بشكل كبير. يمكن باع لعيبه مهمه جدا كانت موجوده عنده، كان وادي دجله كان زي ما بيقولوا في الكوره كان بعبع للعيبه كتير لانديه كتير في الدوري، كان عامل مشاكل كتير ما فيش اي حد بيكسبه، كان بيبقى مشكله ان حد يلعب وادي دجله. لكن كثره التغييرات اللي حصلت بين اللعيبه، في لعيبه بتلعب ما عندهاش خبره، في لعيبه فكرت ان هي تمشي او بتفكر في الاحتراف بشكل كبير يا كابتن ميدو، ان هي عاوزه تمشي او بتفكر ان هي تروح انديه كبيره، فبالتالي ده اثر بشكل كبير. الحاجه الثانيه تغيير المدربين، دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها. النهارده وادي دجلة بقى مش عارف يكسب، يعني بلغة الكورة يا كابتن ضياء مش عارف يكسب، أو مش عارف ينفض هدوم بعد ما أنا بقول لك زي ما ينفض هدوم فعلا. لا أنت عملت إحلال وتجديد في سنة، وده صعب إن أنت النهارده بتعمل إحلال وتجديد في فرقة مرة واحدة، أو عملت منظومة احترافية. ده كان بناء على طلب أحمد حسام ميدو يا كابتن. معلش أنت بتدرسه لازم يكون مدروس، يعني الطلب لما تيجي تعمل حاجة زي كده لازم تبقى دارس المشروع ده، أو دارس الخطة اللي أنت هتعملها على المدى البعيد، إنما تيجي تعمل في يوم وليلة. النهارده النادي وادي دجلة بيعاني منها، إن هو بينافس على بوط غير وادي دجلة. كمان يا كابتن محمود إدارة محترفة جدا. يعني كابتن تذكر ماتش الزمالك ثلاثة للزمالك طبعا. أنا لعبنا يا كابتن. فاكر الزمالك لما غير وقال لك كان وقتها جايب نجوم الدنيا كلها،
تذكر يا كابتن كان فريق الاحلام تذكر يا كابتن اللي هو لا انا ده تاكيد لكلامك يا كابتن مدهن ده تاكيد لكلامك انت ان الاحلال والتجديد لازم يبقى زي ما اقول ممنهج مدروس بشكل مدروس وممنهج يا كابتن النهارده حضرتك قلت كلمه في الاول ان انت لما بتجيب اللعيب انت عاوز لعيب في المكان اللي انت محتاجه فيه بالزبط. انت عندك الهيكل الاساسي او عندك الفرق الاساسيه اللي بتبقى موجوده لكن لما بتيجي تغير بتغير في عنصر او اثنين فبالتالي النهارده انت ما بتشيلش فرقه كامله وبعدين تيجي تعمل فرقه كامله الانسجام هيروح فالنهارده الانسجام مش موجود او الاستقرار مش موجود بالزبط. النهارده يمكن انا يعني برضو ارجع للكابتن عوده لما بيتكلم ما انا مش عايز هو نبره صوته حزين فمش عايزين نضغط عليه ممكن برضو الناس في المقاولين هي مجلس اداره ناس محترفه فممكن تخليه يصنع عن القرار لكن انا عايز اقول لك الحاجه لا خلاص هو اتكررت قبل ما انا بقول لك هو قرار ممكن يتقبل. يا كابتن يكون برضو بصوره ثانيه صدقني برضو انا الكلام ده سالي. انا مش بعنفك يعني ايه بحرجك بس بالشياكه طبعا وهو حساس جدا فعشان كده خد القرار دوت والله العظيم يا كابتن بيدو انا بقول لك كده وانا متاكد من انا بقول لك ده كويس جدا هو ممكن برضو يعني يقول لك يعني تعرف هيعمل ايه احنا كنا فين احنا كنا في الاول كنا كذا ما بيقولكش استقيل او يقول لك انت قدم استقالتك بصوره مباشره لا بطريقه يعني مختفيه شويه كابتن انت لو فهمت برضو حضراتكم انا اسف لو فهمت من كلام عوده بقول لك ان واقفه من بدايه الدور الثاني يعني في ناس ممكن تبقى متربصه له ان هي بتتكلم لازم في تغيير فهو جه الوقت اللي هو الفرصه عليك. الفرصه جت ان هو بعد ما خرج من الكاس النهارده او خرج من الاسماعيلي ففرصه ان هو يقدم رسالته على اساس يجي مدير فني جديد يمسك السنه الجايه يحتاج الناس اللي هو عاوزها يظبط فريقه في فتره الاعداد فابتدى يظبط الدنيا زي ما انا بقول لك يمكن فرقه الاسوطي من الفرق الكويسه جدا يا كابتن السنه الجايه هتلاقيهم عاملين شكل كويس بشرط لو استقرار لو عالي موجود وحاجه تانية بشرط ان اللي عنده اللعيبه الكويسه ما يسيبهاش يا كابتن اي نادي بيسيب 3 4 لعيبه بتوع كل ما يظهروا النادي بينزل يا كابتن زي ما انديه كتير جدا نزلت علي ماهر ساب لعيبه مهمه جدا عنده وماشي كويس بص يا كابتن اي لانه جاب 3 افارقه الدور الثاني يعوضوا دول كويسين يا كابتن ده الاحلال والتجديد بس عارف ولا يجيب مين وعارف كويسين اي اداره هتمنع لاعبيه تتكلم مع الوكلاء او تبعدهم عن الدوشه بتاعه الوكلاء والسماسره هتعمل استقرار وهتعمل اداءات كويسه لكن النهارده كل ما النهارده الفرق بترمي او اللعيبه بترمي دنا للوكلاء اللاعبين والسماسره في مصر لان في الاول وفي الاخر السمسار او الوكيل اللاعب عاوز مصلحته هو السمسار طبعا هو السمسار عاوز مصلحته هو ما يشتغل فيه فبتبتدى يشتغل فاللعيب عندك كمان يا كابتن المفهوم الاحترافي بتاعه مش كويس يعني النهارده محمد صلاح يعني معلش بص ده الفرق بين اللعيب اللي بيتعلم واللعيب اللي ما بيتعلمش النهارده صلاح الدنيا كلها كان بيتكلم عليه برشلونه لا ريال مدريد النهارده كابتن صلاح النهارده لا انا بتكلم في نقطه ان هو محمد صلاح فضل في ليفربول وعامل مستوى اعلى من اللي موجود لو انت عندك لعيب مثلا هنا الاهلي والزمالك عايزينه اللعيب خلاص كبر دماغه ومش عاوز يلعب ومش عاوز يادي انا عاوز امشي لكن انت النهارده صلاح النهارده بسم الله ما شاء الله بيجيب الهدف ال 30 يا كابتن هداف بطوله اوروبا بياخد يمكن الحذاء الذهبي للمره الثالثه او اللاعب كويس يا كابتن حتى الاهداف اللي بيجيبها بتبقى مؤثره يعني طبعا. الاهداف بتلاته بونت او بيرجع ليفربول يرجع له نقطتين فمعظمها انا بتمنى يعني بتمنى لو هو لسه كام جول على يبقى اهداف تاريخي ليفربول هدفين يا كابتن ولا ثلاثه على مطاف عايزين ثلاثه دلوقتي هدفين كان اربعه من ماتشين على 28 على الهداف التاريخي ليفربول 34 هدف او 33 هدف هو يعني بمناسبه صلاح يعني صلاح بيدور على بيت في مدريد ده خبر اكيد نزلته جريده عالميه صلاح بيدور على بيت في مدريد ان شاء الله احنا عايزينه اساسا يعني في القمر كمان مش في ريال مدريد بس طيب اتكلمنا على دجله برضو نادي كبير جدا واداره محترفه جدا انا ما اتمناش ان دجله ينزل لكن برضو الاداره المحترفه فضلت صابره على احمد حسام ايده كتير جدا وفضلت صابره برضو على الكابتن طارق العاشر لغايه دلوقتي مع اهتزاز النتائج لكن هم مدربين كبار ونادي دجله كبير ان شاء الله دجله يقعد في الدوري باذن الله نروح لمباراه ام بي والداخليه بقى كابتن ضياء 3-3 سكور عالي قوي دايما بيعملوا سكور على طول ولا اكتر من كده كمان لا ان انبي مع الشرطه والداخليه يعني انبي حظها وحش جدا 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 مع الداخليه والشرطه بتخسر في ملعبها وممكن في ملعب الشرطه بتخسر او بتتعادل يعني يمكن انبي ما اتذكرلاش في موسمين او ثلاثه كسبت الداخليه او الشرطه انا اعتقد لما كانت الشرطه في الممتاز حتى تكسبهم يعني لما كنت انا موجود مع كابتن خالد القماش كابتن فتحي احنا كنا كسبانين الانبي عندنا في ملعبنا ولما احنا سيبنا الشرطه برده راح الجهاز وكسب فرقه انبي في ملعبهم انبي مع كابتن خالد ماشيين كويس برده في يعني هنقول حته فوقان كده شويه انبي كان متاخر بهدفين
كان متأخر بهدفين، دخل فيه هدف في الدقيقة 10 محمود منصور من ضربة جزاء، وأحمد علاء من أحمد علاء الدين. بعد كده تعادل محمد مجدي من ضربة جزاء، وتعادل محمد مجدي تاني من ضربة ثابتة أكيد هنشوفها. عايز أقول لإمبي برضو يعني كابتن خالد متابع كويس الفرقة عن عن عن, عن قرب، كان ماسك جهاز الناشئين وقريب من الفرقة وعارف مين اللي في الفرقة كويس ومين اللي يقدر يفيده الفترة اللي هي مسك فيها كابتن خالد. كويس برضو من مجلس إدارة النادي ما جابش حد بعيد قوي. دي ضربة الجزاء دي أنا يعني برضو داخلية. لو قلنا برضو في لعيبه كتير جدا متغيره، اكتر من 80% من اللعيبه كلها متغيره، يمكن هو محمود منصور الموجود. والله يا كابتن برضو انا مش عايز اقعد اتكلم في اللعيبه متغيره، ما انا كنادي وانا كمدرب انا عارف اغير مين. زي ما احنا بنتكلم على علي ماهر قلنا طلع، لكن جاب لعيبه تانية. الكابتن علاء عبد العال برضو يعني مش حد يبقى ادرى من الداخليه كابتن عبد العال. طبعا فيعني انا مش عايز، لا انا ما اقصدش يعني اللي هم فيه، وانا بتكلم حته الانسجام برضو يعني الانسجام اللي هو السنه قبل اللي فاتت الداخليه كان مفنش تفنيشه كويسه جدا، وكان في فتره من الفترات كان محتل المركز الاول اكتر من خمس اسابيع تقريبا. وبعد كده كان عنده لعيبه كتير جدا برضو. حته ان اللي بيظهر يا كابتن ميدو يتباع دي بتهد اي فرقه. اكيد انا معاك، لو مش هجيب بديل لو مش هتجيب بالظبط بيتهد يعني انا يعني مش عارف الموضوع دوت. الانديه برضو بقت بتفكر فيه بحته التجاره. اني انا اجيب 2-3 لعيبه هكسب فيهم ابيعهم ب3 و4 و5، وما عادش الارقام دي موجوده دلوقتي. مش محتاج بصراحه يعني مش بس كابتن كان بامانه الله. لا هو كابتن بص برضه الداخليه ليه مصادره يعني. الداخليه بيبيع لعيبه كتير، ويمكن الفتره اللي انا كنت موجود فيها كنا بايعين لعيبه يمكن وصلت 8.5 او 9 مليون جنيه كابتن، بخلاف الشركه الراعيه وبخلاف حاجات تانية بتخش للنادي. لا يعني الداخليه الحمد لله برضه يعني ثابت ماديا كويس، واقفه ماديا كويس. لكن انا بتكلم على النتيجه طبعا 3-3 دي نتيجه كبيره جدا. زي انت قلت كابتن كان يمكن الكومباك بتاعت الام بي الاثنين الهدفين اللي تعادلوا بيهم وبعدين بقت 3-3 دي نتيجة عالية جدا. وعلى ما أعتقد برضو من سنتين اتعادلوا 4-4 كابتن، كان برضو كانوا متعادلين برضو إمبي والداخلية كانوا متعادلين 4-4، فمعظم نتائج الداخلية وإمبي بتبقى قريبة من بعض. الداخلية جريئة جدا على إمبي. يمكن كابتن خالد برضو حط التشكيل المناسب أو الفترة اللي فاتت دي اشتغل على حاجات كتير جدا حسنت من فرقة إمبي شوية، وكانت يمكن النتائج الأسابيع اللي فاتت كانت واضحة جدا يعني. فشايف ان النتيجه بالنسبه للقاءاتهم هم الشخصيه مع بعض تعتبر طبيعيه بالنسبه لي انا يعني. تمام. طيب نروح نشوف كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي انبي. كابتن عبد الناصر اهلا بيك يا كابتن. يا نجم مصر الكابتن عبد الحميد، وحشنا كابتن. والله وحشنا كابتن عبد الحميد. خلص تحياتي للكابتن ليا والكابتن محمود. اخبارك ايه عبد الناصر؟ الحمد لله يا كابتن كله تمام. الحمد لله كله خير يا كابتن. يا رب دايما يا رب. طمنا بقى على انبي كده في العموم قبل ما ندخل في الاسئله اللي انا عايز اسالها لك. خلاص احنا بعد ماتش الداخليه طبعا انت عارف ان الدوري وقف، اخذنا 3 ايام راحه وبدانا تدريب خلاص، ومستعد عندنا ماتش يوم 21 مع نادي النصر. تمام. كان من ضمن الماتشات ان احنا طبعا انت عارف ان الدوري فيه مؤجلات وفي افريقيا وكده. تمام. كابتن عبد الناصر يعني سؤالي المباشر لحضرتك يعني ان شاء الله السنه المقبله ايه هيكون شكل نادي انبي فنيا؟ بس يا كابتن احنا الفريق من ناحيه محتاج تدعيم، محتاج تدعيم في بعض المراكز. تمام. ولكن الصفقات الجديده الاسعار عليت جدا جدا جدا. واصبح ان انت لما بتيجي تحط لنفسك تارجت ان انت تجيب لعيبه من الدوري الممتاز، كل نادي معاه لعيب ما بين ان هو لو اللعيب فري وحر الانتقال الدنيا بتبقى سهله. تمام. اللاعب موجود في عقده فاضل له سنه، النادي بيقول لك خليه يكمل السنه بتاعته وليكن الله ما يريد بعد كده. تمام. بتيجي تشتري لاعب، النادي الانديه كلها بتغالي في الاسعار في الوقت الحالي. تمام. وانا شايف ان المفترض الناس تشتغل على قاعده الناشئين يبقى افضل. انا معاك، ولكن ان انت عشان تشتغل على قاعده الناشئين محتاج برضو الموضوع يكون مقنن بالظبط بطريقه جيده بالظبط من مسؤولي اللعبه نفسهم بالظبط. النهارده اتحاد الكره ما يجبش انه يقف
موقف المتفرج من اسعار اللعيبه. الاسعار عليت وكل نادي واحنا منهم كمان يعني. لما بتيجي تبيع بتبقى محتاج ان انت تبيع باعلى سعر. مفترض يكون في تقنين لهذا الموضوع، والموضوع ان انت مش هتقدر تحكمه تقول والله الناشئ ممكن يبقى بسعر كذا، والله اللي لعب كم ماتش يبقى بكذا. طب شايف شكل التقنين ممكن يبقى ازاي يا كابتن عبد الناصر؟ حاجتين يا كابتن. اتفضل. في حته من موضوع الانتقالات، يعني انديه الدوري الممتاز القديمه او مش الصاعده، الانديه الصاعده يبقى من حقها ان هي تسجل ان شاء الله رب 25 لعيب او 30 لعيب واتيفر اللائحه هتقول ايه يعني. تمام. والانديه اللي هي متبقيه او من النادي رقم واحد اللي هو بطل الدوري لحد رقم 16 في الدوري يبقى تحط ليك خمس انتقالات، ست انتقالات، سبع انتقالات زي ما اتحاد الكره هيقنن. يبقى انت في الحاله دي هتبقى انت محكوم بان انت لازم تشتغل على قاعده الناشئين. تشتغل على قاعده الناشئين وتوسعها. وبرده موضوع المسننين برضه محتاج تقنين. النهارده عشان تشتغل، احنا بنشتغل لمين غير للمنتخبات يا كابتن؟ بالظبط. مش في النهايه انت بتعمل دوري عشان تعمل منتخب قوي. اكيد. ازاي انت هتعمل منتخب قوي وانت بتسمح بثلاث اجانب والرابع قاعد على الدكه؟ وبتسمح باثنين عرب. يبقى انت ازاي يعني انت بتسمح باثنين عرب في فرقتك واربع اجانب، ادي سته منهم خمسه جوه الملعب. هل انت ممكن كده تعمل منتخب محترم يعني والمسابقه تنتج حد كويس؟ النهارده مصر كلها بتدور على فراوده. بالظبط. النهارده مصر كلها ما فيهاش سيرتيفيكات. كل ده جاي نتيجه ايه؟ جاي نتيجه ان انت ما بتشتغلش على قاعده ناشئين. النهارده انت بتلغي كل سنه 93 بتلغيه، وبتلغي 97 ويعني و95 اتلغت. مش كل دي مسابقات بتتلغي؟ يعني يا كابتن دخلتني في موضوع بصراحه موضوع حلو انا بحب اتكلم فيه، لكن يعني اكيد انا كان يهمني ان احنا نتكلم في كده يا كابتن عبد الحميد. موضوع مهم جدا، يعني موضوع مهم جدا. عايز اسالك فيه كمان، يعني انت عارف انا بس خلفك في حاجه، انت كل ما تقلل عدد انتقالات الانديه كل ما الاسعار هيعلى اكتر، خلي بالك. لا يا كابتن، وماله الاسعار هيعلى اكتر؟ ظاهره عكسيه. لا يعني لا يا كابتن، السوق مفتوح والاسعار عامله كده. تخيل بقى لو النادي محتاج اثنين ثلاثه بس. يا كابتن عبد الحميد اتفضل. احنا الانديه هتشتغل صح، خلينا بس نتكلم، لو الاسعار عليت هتعلى لمده سنه بس، خلي كل انديه الدوري الممتاز تشتغل على قاعده ناشئين. هتبص تلاقي لما تيجي تشتغل على قاعده ناشئين هتبص تلاقي السوق نفسه هيقل الموسم التالي مش الموسم اللي انت خدت فيه القرار. ما احنا في عالم احتراف يا كابتن عبد الناصر، يعني احنا هو معنى ان انت عالم احتراف ان انت تيجي عشان تجيب لعيب من الدرجه الثانيه تلاقي النادي بتاعه بيقول لك عايز 3 مليون و4 مليون و5 مليون، ده خلاص ده بقى كده احتراف؟ لا، العالم الاحتراف الصح ان انا اشتغل على قاعده ناشئين صحيحه واطلع منها واطلع من فرقتي، مش هدفع لحد حاجه بقى. انا في الحاله دي مش هطلع، مش هدفع لحد حاجه. اللي بتلعب على بطولات، انما يا كابتن الموضوع محتاج، صدقني محتاج تقنين. وعلى فكره اللي انا بقوله لحضرتك ده، الكابتن حرب الدهشوري كان رئيس الاتحاد المصري قبل كده، وكان في قرار كان موجود القرار ده ان انت عدد اربع انتقالات او خمس انتقالات. على فكره القرار ده اتطبق قبل كده، ولكن لما جه الكابتن عصام عبد المنعم لغى القرار لسبب او لاخر، يعني اكيد كان في ملابسات كتير. يعني انت عندك كابتن عبد الناصر، عندك الاهلي داخل في بطولات كتيره، الزمالك، ام بي، هو الكابتن كبيرة. هو القرار ده مش يا كابتن، هو مش رئيس الاتحاد ده هو اللي خد القرار؟ طب ما خليني اقول لك على حاجه ثانيه. انا نفسي تبقى تيجي معايا حلقه نتكلم فيها بكل الحاجات اللي انت بتتكلم فيها، لان كلام مهم جدا. تيجي تنورني هنا في ان شاء الله في القناه، نعمل حلقه مميزه جدا نفتح فيها كل الملفات دي. لكن سؤال بسرعه، انت شايف ان حضرتك بتقول موضوع الاجانب، شايف ان الموضوع ده هل هو عشان في اجانب ولا عشان احنا ما عندناش المدرب الكويس؟ مع احترامي لكل المدربين، اللي هو يقدر يطلع ناشئ ويعمل منه لعيب كره كويس ويقدر يعتمد على اللعيبه المحليين ويقدر يقول لك انا مش عايز اجانب. يعني شايف هل الموضوع مرتبط بمدرب ولا مرتبط بمنظومه؟ لا ولا موضوع الاجانب، موضوع الاجانب انت لا يمكن تقفله، لان كل الدوريات في كل العالم بتسمح بالاحتراف. انت في عالم احتراف، واخد بال حضرتك، انت لازم تدعم نفسك، والاجنبي لما بيجي يدي مزيد من الخبرات. تمام، واخد بال حضرتك. بس لازم تقنن اوضاع الاجنبي. النهارده انت ممكن تكون بتجيب ثلاث اجانب
الثلاثه ممكن يبقوا في الملعب، انا ما فيهاش مشكله يعني. انت ما كل دي بتنقل خبرات اللعيبه المصريه. انت لازم تجي لي يا كابتن عبد الناصر حلقه لو سمحت يعني، تعالى نتكلم في كل المواضيع لان هي مواضيع مهمه جدا يا جدع. حبيبي انت تكبر وانت عارف ان احنا لا كابتن امبي، انت كابتن امبي السابق يا كابتن، ربنا وهداف امبي التاريخي وحاجه جميله جدا يعني، ربنا يخليك يا رب، ربنا حاجه مشرفه جدا يعني، ربنا يخليك. هل في نيه للابقاء على كابتن خالد الموسم اللي جاي، ولا ممكن نغير الجهاز؟ وهل هيبقى في ليه كابتن خالد مستمر ومحقق نتائج محترمه وهيبقى ليه كل الدعم؟ الفرقه بتتعادل شويه، بتعرف ان تتعادل لان احنا عندنا مشاكل بعد في الفتره الحاليه، محتاجين تدعيم في بعض المراكز. والموضوع برضو ما بيتوقفش عن ان انت تقول اصل انا ما بحطش جوان عشان ما عنديش فيرويد، لا انا عندي فراوده وكل شيء. تمام. ممكن يكون انت عندك مشكله كامله في الفرقه كامله. تمام. انت محتاج تغطي كل المراكز بتاعتك عشان توصل للثلث الهجومي، وتوصل للثلث الهجومي بفاعليه. تمام. توصل بفاعليه وتهدف. تمام. يعني ان شاء الله كابتن تدعيم ان شاء الله، ان شاء الله كابتن خالد باقي السنه الجايه وكل الدعم يبقى ليه. كابتن خالد باقي وله كل الصلاحيات، كلام محترم، مجلس الاداره بيدعمه كل الدعم، وكابتن خالد من الناس اللي بتشتغل كويس جدا. ويعني انا برضو اكون صريح معاك يا كابتن عبد الحميد، اتفضل. ما احنا جبنا كل المدربين طبعا الفتره اللي فاتت طبعا، وكلهم كانوا بيسيبونا وبيمشوا لسبب او لاخر. طبعا طبعا انا يعني مع خالص احترامي كلهم وخبراتهم، واي حد تولى مسك صفاره ووقف قدام نادي انبي له كل التقدير وله كل الاحترام. ولكن في النهايه احنا تعرضنا لهزات كبيره يعني. انا معاك كابتن عبد الناصر، والكابتن خالد من المدربين اللي عصروا كابتن طه وكابتن يحيى الله يرحمهم، وعاصروا بطولات انبي يعني، وشارك منهم خبرات وحاجه جميله. اكيد يا كابتن، اكيد اكيد كل الاحترام ليك كابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره بنادي انبي، وكل التوفيق لنادي الانبي، وكل التوفيق للكابتن خالد متولي ان شاء الله فيما هو قادم باذن الله. زي ما قلنا لحضراتكم منذ قليل، يعني هشام لسه قايل لي من شويه ان الكابتن علاء نبيل هو المدير الفني الجديد لنادي المقاولين العرب. كابتن علاء نبيل المدير الفني الجديد لنادي المقاولين العرب. كابتن علاء نبيل ايضا من الناس اللي عندها خبرات كبيره وطويله وباع طويل جدا في عالم التدريب، اشتغل مع كابتن الجوري فتره طويله جدا، تولى مسؤوليه المقاولين من قبل، فضل ان هو ما يشتغلش في التدريب لانه كان عايز يمسك نادي المقاولين في يوم من الايام، وحصل. ان شاء الله كل التوفيق لكابتن علاء نبيل في مهمه ان شاء الله تكون سهله فيما هو قادم باذن الله، يعود عمل فرقه كويسه. كابتن علاء نبيل يضيف خبراته لهذا الفريق العريق، وان شاء الله يعيد المقاولين لمكانه الطبيعي. طيب اتكلمنا على انبي والداخليه، كابتن محمود ابو الدهب، طنطا والانتاج الحربي. يعني انا شايف ان طنطا الامور بتتصعب عليها بشكل كبير جدا، يعني فعلا بتتصعب لان هو بيحاول واجتهد، يمكن اللعيبه اشتغلت بشكل كبير جدا. الكابتن اسامه ادى دور كبير جدا، قدم عليه في المباراه اللي فاتت ومسك القياده الكابتن عماد النحاس، بيحاول بشكل كبير جدا ان هو يبقى على نادي طنطا في الممتاز. لكن انا شايف ان الامور صعبه بشكل كبير جدا، لان في ظل ان كل الفرق كابتن عاوز يحسن نتائجها. يمكن شفنا الانتاج الحربي، يمكن انا شفت اتفرجت بالمباراه دي، كانت الدور اتفرجت عليها بشكل كبير جدا. انتاج برده من الفرق كويسه، معاهم مدرب محترف، مدرب محترف أكيد. بيلعب على الفوز دايما أكيد. عنده لعيبه كويسه جدا وعنده لعيبه عندها ثبات في المستوى. فاعتقد ان الامور بتتصعب بشكل كبير قوي على طنطا، فاتمنى لهم التوفيق الا لو حصل مفاجات في الفتره اللي جايه. كابتن في ماتش فيصل، ما انا بقول لك يعني هو اللي جاي ده الداخليه، يعني ده الماتش بالنسبه لهم هم داخليه وطنطا قاب قوسين او ادنى يعني. طنطا بالنسبه له ان الماتش لا يمكن اكتر الداخليه، يعني الداخليه برضو يعني محتاج بونت او اتنين بونت وخلاص، يضمن رسمي ان هو قاعد. كابتن ضيا لو انت ده كده ده ده اقصد ان كلامك صح يا ابو الدهب، ان هو صعب عليه جدا لو الماتش دوت خسره خلاص. ما انا بقول لك يعني الامور بتتصعب، لان انت كمان كل ما بتيجي تكسب، لان انا اتفرجت على المباراه، النادي طنطا نازل من بدايه المباراه عايز يكسب، فتفاجئ ان هو بيجي في جون، فالدنيا بتتفتح بقى خلاص، فتح الدنيا خالص معاه فالدنيا بتتفتح بشكل عنده بشكل او الاخر. لان اي فرقه هتلاعبك او هتلاعب طنطا يا كابتن بتلعب بنفسيه مرتاحه، لان طنطا هو اللي بقى متوتر، هو اللي عنده اللي عايز يكسب، عاوز يأدي بشكل كبير جدا، عاوز يزود 3 بونت، فبتلاقي الدنيا عنده بتبقى. لكن بيلعب الفرقه عندها هدوء في الارض، في اريحيه طبعا، في اريحيه كبيره جدا. يمكن هيلعب الداخليه زي ما حضرتك قلت الماتش فيصل، هتلاقي المباراه صعبه من ناحيه طنطا، ان هو عاوز يكسب، عاوز يهاجم، عاوز يضغط عشان يحرز هدف. هتلاقي فرقه نفسيا مرتاحه بتلعب على الارض اداء كويس، فنفسيتهم هتبقى مرتاحه. فانا بقول لك يمكن انا بتمنى ان طنطا من الفرق كويسه جدا، لكن اتمنى، لكن الامور صعبه بشكل كبير. برضو انا معاك كابتن، انا برضو يعني كنت ضد
ان يمشي كابتن خالد عيد. لا ده لا ده من زمان انا بقول لك من زمان ما هو بعدها برضه يا كابتن للاسف ما انا ده كله بيرجع لنا بقول له كابتن احنا كان في بس صار مدرب يا كابتن ميدو انت لو انت كلمت نفس كلامه لو انت كلمت على الكابتن ميدو تم كابتن اسامه مش بدري يعني الناس استعجلت برضه يعني لسه بدري وكان راجل عامل نتائج وله عم شغل غزل مش قليل من اي حد بيجي بس انا بتكلم انه خلاص عرف الفرقه وعمل مش بقلل يا كابتن حاجه كويسه هم اللي بيختاروا كان السنه اللي فاتت كابتن لو كان خالد عيد كان غير كانت الخلطه نزلت رسمي يا كابتن انت عارف تغيير المدربين والكلام عن المدربين ده عايز حلقات يعني للناس ده كمان لما يقال لكن انا بتكلم ان هو اللي بيختار هو اللي بيختار الاستقرار يا كابتن مين يعني انت حضرتك بيجيب المدربين مين اللي بيجيب اللعيبه اللي عايزه اللي هتلعب في النادي مين اللي بيختار المدربين العام ده موال انت عايز 100,000 حلقه في الموضوع ده عشان تتكلم في المنظومه الاحترافيه اللي موجوده طيب خلينا نروح لطلاع الجيش يا كابتن والاسماعيلي انتهى بواحد واحد للفريقين يعني هقول يمكن الاسماعيلي في حته حاجه غريبه يمكن اكتر الفرق اللي غيرت مدربين وتقريبا ثبات في البوزيشن او في المكان بتاعه في مركزه او في ترتيبه يعني الاسماعيلي غير مدرب واثنين وثلاثه تمام كده اول السنه وبعدين كابتن ابو طالب وبعدين اخر مدرب مساعد بتاع مانويل جوزيه ماشي كويس جدا ماشي كويس اول فتره اللي فاتت ديت عامل نتائج كويسه مع الاسماعيلي تحس ان الاسماعيلي لقى نفسه مع بيدرو شويه الفتره اللي فاتت دي عامل يمكن برده من الحاجات اللي شايفها تعتبر اسلام عبد النعيم بدا يلعب اسلام عبد النعيم ما كانش بيلعب الفتره اللي فاتت خالص بدا يخش اسلام عبد النعيم يمكن حتى النهارده في الكاس برده اسلام كان بيلعب اسلام لعيبه كويسه جدا يمكن برده مؤثر على الفرقه حسني داخل تحس ان هو تقيل بقى خلاص يعني في حد بيقدر امكانياته او بيحطه صح فبيقدر يلعب الفرقه ماستر الفرقه في ابراهيم حسن ماشي كويس جدا 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 مع الفرقه وفايق الولد ده يمكن فرق مع الاسماعيلي كتير جدا او ان هو ما مشيش من الاسماعيلي عمل يمكن شكل كويس نادي الاسماعيلي طلع الجيش يمكن برضو عدم الاستقرار في حته ان هو يغير مدربين كتير او للاسف لو برضو النتائج ما ساعدتوش بيغير فدي برضو يمكن يعني اثرت عليه شويه لكن انا اعتقد ان طلائع الجيش برضو من الفرق المحترمه اللي عندها الامكانيات تخليها ماشيه كويس مع الكابتن حلمي طولان ماشيين كويس قوي 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 يمكن فتره كده قلوا شويه لان برضو اللعيب كابتن اول ما بيشم ان في مدير فني ممكن يتغير او يمشي دي بتاثر جدا عليه بتاثر على الفرقه ككل فعلى ما اعتقد برضو واحد واحد دي بالنسبه للفرقه يمكن خدمت طلائع الجيش اكتر من الاسماعيلي يعني تمام يعني برضو ادخلكم معايا في الاجواء العالميه شويه في ماتش طبعا من نار في الدوري الانجليزي دلوقتي مانشستر سيتي مع توتنهام ومانشستر سيتي متقدم بهدفين وندجان واعتقد جابرييل جيسوس النجم البرازيلي مانشستر سيتي لو فاز النهارده يبقى كده حسم الدوري الانجليزي لمصلحته مع النجم الكبير جوارديولا. هسال الكابتن محمود ابو الذهب عن مباراه مصر المقاصه والزمالك اللي كانت مؤجله من الاسبوع 28 لكن نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. الحمد لله بالنسبة للبطولة في هذه العامة لأن هذه السنة يعني أول مباراة أول مرة نحن ندخل في هذه المباراة فكبيرة الحمد لله ما شاء الله تبارك الله البطولة بالنسبة لنا مفيدة جدا احنا شاركنا السنة اللي فاتت كل سنة الحقيقة النادي الأهلي بيبهرنا بالطريقة اللي بينظم بيها وبالصورة اللي التنظيم بيمشي بيها التغطية كويسة جدا تغطية إعلامية غير متوقعة أنا كنت متوقع إن الموضوع هيبقى أبسط من كده بس لا الأهلي النادي الأهلي مدي الموضوع أهمية كبيرة وأعتقد إن في ريسورسز كتير الأهلي بذلها علشان يطلع البطولة بالصورة دي وبالتالي لما بيكون مجهود قوي بالصورة دي بذل في حاجة أكيد كل الناس اللي بتشارك في الحدث بتستفيد إن إحنا بنتعرف على بعض بنستفيد إن إحنا بنمارس حاجة كويسة حاجة محترمة بنوري للناس إحنا إزاي بنشتغل كويس وبنوري كمان بن بن بن
بين اكستشينج ثقافات من بلدنا ومن بلاد تانية. فدي اعتقد فرصه، ما فيش فرصه احسن من كده ان احنا نقابل ناس مختلفه من جنسيات مختلفه او ثقافات مختلفه. دي ماشي بشكل حلو جدا، تحس ان مفيش غلطه، يعني انت بتبقى موجود عارف ان كل حاجه معمول حسابها، بيتقال لنا هتدخل ازاي، الامن ازاي، قبل ما تيجي بتبقى عارف انت هتعمل ايه، التنظيم كله ممتاز، مفيش تاخير عن اي ماتش، مفيش تاخير عن اي حاجه. انا بصراحه منبهر شخصيا بالتنظيم والمجهود اللي بيتبذل من كل المنظمين في البطوله. بهنئ نادي الاهلي، ان احنا عارفين نادي الاهلي بلبنان، عارفين نادي الاهلي وببريطانيا عارفين نادي الاهلي، ونسميه بلبنان نادي القرن يلي هو نادي القرن. وحتى عندنا عده انديه بلبنان اسمه الاهلي. من حي نادي الاهلي على هالجهود اللي عملها بتنظيم هالدوره الرائعه بالتعاون مع السفارات، لكن من دون نادي الاهلي نحن عارفين ما كانش حيتم هالبطوله. نادي الأهلي عامل شغل كتير حلو، نادي الأهلي مزبط الدورة بطريقة ممتازة من كل النواحي، من نواحي التحكيم، من نواحي التنظيم، من نواحي حتى الجيرزيز التيشيرتات والكيت، ما كان في عنا أي مشكلة، ما في أي ملاحظة على التنظيم. ونحن عارفين أنه هيدي مش أول مرة بنظمها السنة الماضية، فمش متفاجئين أنه التنظيم بهال الطريقة الممتازة، لأنه نحن عارفين نادي الأهلي وعارفين كيف عارف ينظم بالتعاون طبعا مع السفارات ومع كل السبونسرز ومع كل الفرق المشاركة. فثانك يو ثانك يو. أنا مبسوط جدا من البطولة دي بصراحة، أول مرة كمان ليا في النادي الأهلي الشيخ زايد. بصراحة فاسيلتي جميلة جدا وفاسيلتي على مستوى بصراحة. ما كنتش متوقع أن الأورجنايزيشن والتنظيم يبقى بالشكل القوي ده، أو السبرايز صراحة، وإن هم يقدروا يعملوا تنسيق ما بين كل السفارات إن كل الدول دي تيجي. بصراحة ما كانش في بالي ده، أنا كنت فاكر إن هي هتبقى أصغر شوية، بس فعلا تفاجأت، ودي حاجة كويسة جدا. يعني أنا مبسوط جدا من الدورة، وشايف إن هي منظمة بشكل جميل جدا. يعني طبعا يعني إحنا الدورة دي إحنا كل سنة بنحرص إن إحنا نشترك فيها، على أساس إن هي بتبقى فرصة للترابط ما بين الدول المختلفة الموجودة في مصر، وإحنا بنمثل مصر كوزارة خارجية، وبتبقى فرصة ان يعني الناس اللي بتشتغل في السفارات وفي المجال دوت تتقابل بره اطار العمل، تبقى حاجة رياضية ودية، الناس بتعرف على بعض، يعني بيبقى جو ظريف يعني ورياضة. اولا بشكر النادي، مجلس ادارة النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الادارة، وطبعا رسوم المهندس خالد المرتجل، ان هو الصراحة يعني كان ليه الدور القوي جدا ان هو يتعاون معنا مع السفارة الالمانية ان احنا نقدر نخرج حدث كبير، حدث مهم، بطوله الاهلي الدبلوماسيه لكره القدم. عندنا 24 فرقه السنه دي، وده رقم مش قليل، يعني يعتبر زي كاس عالم مصغر يعني. وده معناه يعني ده ليه معنى كبير جدا، يعني ان يكون في عدد كبير متلم هنا في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. ده بيثبت قد ايه ان كله مهتم ان هو يتجمع، ان كل السفارات كل سفاره بس الدوله، فده معناه ان تجميع الشعوب والبلاد مع بعض والثقافات كلها تكون موجوده مع بعض. فدي رساله قويه وحلوه جدا، يعني ان شاء الله يكون حدث كبير. بدات الحمد لله امبارح بنجاح، وان شاء الله هتنتهي بنجاح باذن الله. اكيد النادي الاهلي مؤسسه كبيره، مؤسسه مش كرويه فقط، هي مؤسسه وطنيه بتمثل مصر وكيان كبير. فطبعا باسم النادي الاهلي ده لوحده يكفي ان يكون في حدث كبير بيتنظم في يعني في مصر. فطبعا دي لوحدها تكفي ان هي بنبعت رساله بيها للعالم. وطبعا يعني دور النادي الاهلي كان فعال جدا، يعني زي ما قلت حضرتك ان هو بيتعاون مع السفاره الالمانيه في ان احنا نقدر يعني نخرج حاجه كبيره وحاجه حدث كبير. وان شاء الله يعني الموضوع يكون بطريقه باذن الله تبقى طريقه كويسه وكل الناس تطلع مبسوطه. يعني النادي الاهلي موفر يعني عربية إسعاف موجودة برا، يعني لقدر الله في أي حاجة حصلت، فدي حاجة أساسية. طبعا الأمن، أمن النادي الأهلي وشركة فالكون طبعا يعني هم مأمنين الدنيا، لأن أنت حضرتك عارف طبعا حياة كتير يعني، فالدنيا متأمنة الحمد لله ومش محتاجة يعني مصر أمنة. يعني أنا شايف التنظيم كويس وتنظيم جيد، ومن أول طبعا مؤتمر كان معمول بخصوص لعب الكرة رحت أنا وشوف تنظيم هنا، كان تنظيم هايل صراحة، وبرضو تنظيم هنا كويس،
وشايف يعني كل حاجه هنا موفرينها بصراحه النادي الاهلي، وحاجه مشرفه يعني لمصر وشعب مصر ان شاء الله. لا بصراحه النادي الاهلي نادي محترم جدا، والتنظيم كويس جدا، وحاجه جميله بصراحه، بطوله كويسه جدا، وان شاء الله يكون من نصيبنا الفوز ان شاء الله بالبطوله. قبل الفاصل كنت بسأل الكابتن الكبير كابتن محمود أبو الدهب عن مباراة مصر مقصة والزمالك اللي كانت مؤجلة من الأسبوع 28 وانتهت بفوز مصر مقصة بهدف عن طريق نجمهم أحمد سامي. يا كابتن، يعني زي ما أقول لك يا كابتن، يمكن مصر المقصة يمكن لعب على في المباراة دي على حاجة عن المشاكل الموجودة في نادي الزمالك، يمكن لعب بتنظيم دفاعي بشكل كبير جدا. هو فعلا كان عاوز يكسب عشان يخرج من الحالة اللي هو فيها، يحسن مركزه بشكل كويس. حاجة تانية، عندهم مدرب فاهم ومنظم. يمكن انا اتشرفت ان انا اتمرنت مع الكابتن طلعت يوسف، من المدربين المحترفين كده يا كابتن، ومنظمين بشكل كويس. وعلى فكره مش راجل مش دفاعي، ما بيلعبش دفاعي، يمكن كل الماتشات اللي بيلعبها سواء عايزها او عاوز يعمل فيها نتيجه كويسه هو ما بيدافعش بشكل كويس. حاجه تانية، انت عندك نادي الزمالك بيفتقد يا كابتن، يمكن انا كواحد من لعب كوره او كلنا لعب كوره ليدر، مش احنا عشان قناه النادي الاهلي او في النادي الاهلي، انت بتتكلم على قطب من قطب الكره المصريه وهو نادي الزمالك. النهارده لما تلاقي نادي الزمالك بالحاله دي انت كلاعب كوره بتحزن او بتزعل، لان الزمالك نادي كبير ونادي بالملايين، عنده مشجعين كبار جدا بالملايين. لكن نادي الزمالك يا كابتن بيفتقد للقائد في الملعب. النهارده ما فيش خبره في الملعب، ما فيش لعيب يلم اللعيبه او يلم اللعيبه يقول لهم يا جماعه احنا ما نخسرش او نتكلم مع بعض او نجتهد او او او. لكن عايز اقول لك على حاجه، المشاكل يا كابتن ضيا تهد اي فرقه كبيره في العالم، والمشاكل والرغي كتير والقلق الكتير او الكلام الكتير على الفرقه ده اللي يمكن انا سمعت تصريح للكابتن حمد ابراهيم المدرب العام. يعني عايز اقول لك على حاجه، يمكن انا وحمد يمكن عشره عمر، انا يكاد يعيط مع الكابتن في احدى القنوات مع الكابتن مدحت شربي، بيقول له يا كابتن عايزين نشتغل، يعني الراجل بيتحايل على الناس بيقول له عايزين نشتغل على الناس تهدى علينا شويه. يعني موقف زي بتاع محمد ابراهيم وحازم امام يا كابتن نميدو، الناس كبرته بشكل كبير جدا. وعايز اقول لك على حاجه، يمكن انا بقولها، يمكن انا كنت من ناشئين نادي الزمالك، عايز اقول لك حاجه، اللي بيكبروا المشاكل ولاد نادي الزمالك، ان المشكله حصلت في نادي الزمالك ان كتبت على المواقع او الموقع. لكن تعرف انا عندي كلام كتير جدا، بس انا بقى متحفظ عشان محدش يفهم الكلام بحساسيه. لا احنا زعلانين، انا بكلمك انا بكلمك انا زعلان على المستوى اللي وصل، يعني المستوى اللي وصل النهارده معلش يا كابتن، النهارده كل الدنيا بتتكلم يا كابتن ضياء، بتقول لك النادي الاهلي بيلعب في حته وبقت الانديه بتلعب في حته ثانيه. يعني انت لو انت من امتى؟ لا ما كابتن من زمان، من 6 7 في مشكله. لا في مشكله يا كابتن ضياء، حضرتك لو جيت قسمت الدوري المصري، احنا خلينا نتكلم بصراحه، لو احنا قسمنا، يمكن حضرتك مسكت وليك خبره في الدوري المصري مدير فني، انت لو قسمت النادي الدوري المصري هتقسمه 3 اقسام، فرقه بتلعب لوحديها على بطوله الدوري العام، فرقه عاوزه تلعب تبقى في المربع الذهبي تبقى مركز ثاني ثالث عشان تلعب الكونفدراليه والفدراليه، وفرقه بتقعد عشان يا كابتن ميدو تحسن مستواها، وفرقه بتنافس على الهبوط. يعني احنا النهارده بنتكلم، ما بنقولش مين اللي بياخد الدوري، ده احنا بنتكلم مين اللي هينزل ومين اللي هيقعد. ولا انا غلطان؟ يعني انت النهارده خلاص مين ياخد انت نسيت اللي خد الدوري خلاص، النادي الاهلي خده من 7 8 اسابيع. لكن انت الوقت بتتكلم في المركز الثاني مين اللي هياخده، يعني مين اللي هيقعد يعني الاسماعيلي ولا مين الاسماعيلي؟ لا مين هياخده؟ يعني اقرب واحد يا كابتن الاسماعيلي. ده اللي اختار. لكن لكن عايز اقول لك، يمكن بشكل كبير جدا نادي الزمالك، يمكن انا بتكلم انا هزايم نادي الزمالك نيات مش كوره خالص يا كابتن. لا عنده لعيبه كويسه، عنده لعيبه محترف، عنده لعيبه بشكل كبير محترم، لكن انا بتكلم ككوره، دي مش كوره يا كابتن، دي نيات موجوده. الله اعلم بقى داخل، انا اللي يزعل مني يزعل، انا بتكلم كمحمود ابو الدهب لاعب كره قدم مصري، انا بتكلم بقول ان اللي بيتغلب نادي الزمالك بيتغلب يا كابتن ميدو نيات. احنا بنتكلم عشان الناس تفهمنا، انا بقول لك انا فعلا لو النادي المصري او الاسماعيلي او اي نادي، احنا عاوزين الفرق الشعبيه ترجع تاني يا كابتن، لان انت الدوري المصري
نهارده الدوري المصري. يعني انا كنت سعيد جدا وانا بتفرج على ماتش الترسانه في بتمنى على ما حدش يزعل مني، بتمنى الفرقه الشعبيه ترجع تاني. النهارده يا كابتن لما بتروح تلعب انت حضرتك كنت في انبي، لما كنت بتروح لنادي الاتحاد السكندري بتبص تلاقي الاستاد مليان، بتروح النادي المصري بتلاقي الاستاد مليان، ده في متعه الكوره، انت حابب ان الناس تتفرج عليك او حابب ان انت تمتع الناس. وبعدين عايز اقول لك حاجه، بتبقى فيها تحدي كبير ان انت لما تلاقي فرقه جماهيريه بتطلع كل حاجه عندك النهارده. لكن فرقه الزمالك فرقه كبيره، اتمنى انها تبقى فيه هدوء مع الكابتن خالد جلال الفتره اللي جايه، مع الكابتن نبيل محمود، اتمنى ان هم يرجعوا بشكل كويس جدا، يأدوا الفتره اللي جايه بشكل محترم. فرقه المقاصه من الفرق الكويسه، يمكن عملت موسم السنه اللي فاتت ان هم ناهين الدوري بشكل كبير، ان هم كانوا وصيف الكاس يا كابتن. اتمنى المستوى يرجع تاني، ان انت تشوف فرق او تشوف 3 4 فرق بتنافس على الدوري العام معنا للاهلي. اكيد يعني مصر المقاصه مع كابتن طلعت يوسف ماشي كويس جدا، كمان احمد عادل عبد المنعم نجمنا الاهلاوي برضو ماشي مع مصر المقاصه كويس جدا، عامل كلين شيت في حوالي 7 ماتشات اعتقد، كل التوفيق ليه. نادي الزمالك زي ما قال الكابتن محمود ابو الدهب، كلنا زعلانين على نادي الزمالك عشان عنده جماهيريه عريضه جدا، ان شاء الله نادي الزمالك يبقى في السنين الجايه ان شاء الله او السنه الجايه يكون نادي الزمالك اللي كل الناس عارفاه، ويرجع يبقى منافس تقليدي للنادي الاهلي زي ما كان. كل التوفيق نادي الزمالك. نادي سموحه والاهلي، سموحه والاهلي. طيب قبل ما نروح لسموحه والاهلي، ناخد النجم المحبب لقلبي انا شخصيا كابتن محمد ابراهيم، مدير الكره في نادي الاتحاد السكندري. كابتن محمد اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن ميدو؟ حبيبي يا كابتن. كابتن ربيع، كابتن ضياء، محمود ابو الدهب. كابتن ربيع مش معانا، والكابتن ضياء معانا، والكابتن محمود ابو الدهب. كابتن ضياء عبد الصمد. على طول بتقلش كده يا محمد، على طول قلش يعني، على طول كده بتقلش يا محمد دلوقتي برضو. مبروك يا كابتن محمود اولا. حبيبي يا كابتن، انت مدير كره علامه يا كابتن محمد. حبيبي يا كابتن محمود، الف مبروك على جواز ابنك صح؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك حبيبي. الله يخليك. طمنا عليك الاول. الحمد لله يا كابتن، الحمد لله يا كابتن ميدو، يعني زي ما انت شايف الحمد لله امور مستقره الحمد لله في النادي، سواء ماديه اداريه فنيه، يعني الحمد لله. وده عمل الوضع ده عمل استقرار للفرقه من نواحي كتير جدا، ان احنا جمعنا زي ما حضرتك قلت كده مجموعه نقاط حطتنا في مكانه مختلفه تماما عن الدور الاولاني. بصراحه كابتن محمد، يعني مع كل احترامي للناس اللي كانوا قبل كده، لكن انا شايف نادي الاتحاد حلو، المنظر العام حلو. الحاج محمد مصلح رئيس النادي، كابتن محمد عمر، مع كابتن محمد نور، محمد ابراهيم، مع كابتن محمد نور، المنظر العام شكله حلو، تحس ان اسكندريه في الشكل ده. يعني لا دي حقيقه يعني بجد، دي حقيقه، تحس انت شايف اسكندريه في النادي. أربع محمد دي حقيقه. ما هو بص يا كابتن ميدو، انت هتلاقي اولاد النادي هم اللي دايما بيخافوا على الـ على الـ على الفرقه، ودايما هم في اي نادي، اهلي، زمالك، اتحاد، انديه جماهيريه بالتحديد يعني. ده امر واقع يعني، وبالتالي انت موجود، كل الناس اللي موجوده في الوقت الحالي كلها اولاد النادي. انا مش بقول كده عشان ولاد، لا يعني احنا الحمد لله اولاد النادي، لكن يكونوا كفاءات ويكونوا بيأدوا. فاحنا الحمد لله بوجود الاستاذ محمد مصلحي دي عملت استقرار زي ما حضرتك قلت، وقلت قبل كده ان الصفقات اللي حصلت في يناير الحمد لله يمكن من افضل الصفقات يمكن اللي كانت في الدوري. بالظبط جنينا ثمارها الحمد لله. يعني انا كنت بقول ان الفرقه كويسه، ولكن محتاجه شويه تنظيم داخلي جوه الملعب. يعني احنا قعدنا فتره طويله كابتن ميدو، وحضرتك تحس، وكابتن ضياء وكابتن محمود يعني يحسوا بالكلام ده، وهم لعيبه كوره كبار طبعا، ان كان عندنا تنظيم خارجي خارج الملعب افضل من داخل الملعب. بالظبط. الناحيه الاداريه كانت الناس الولاد ملتزمين جدا ومنتظمين جدا، ولكن داخل الملعب كان في شويه عدم التزام بالتعليمات. الحمد لله لما كابتن عمر جه برضو عنده درايه بالموضوع كله، فبالتالي بقى النظام جوه الملعب والنظام داخل خارج الملعب بقى الامور كلها الحمد لله ماشيه في اتجاه واحد، زائد بجانب طبعا الاستاذ محمد مصلحي بالناحيه الماديه والناحيه الاداريه، فالحمد لله الامور مشيت على ما يرام. يا رب دايما يا كابتن محمد كده، يعني كل مصر بتحب اسكندريه وبتحب نادي الاتحاد. يعني انا عايز بقى اكلمك في نقطه انا عايز اطمن ليها، هل في تدعيمات ان شاء الله او لا، من غير تفاصيل؟ اكيد طبعا يا كابتن، اكيد اكيد. احنا انا شايف في لعيبه مميزه عندك، بس اعمارها السنيه بدات تعلى شويه.
بالضبط. احنا عندنا دعمنا في يناير بثمان لعيبه ومشينا ثمان لعيبه. يعني الناس كلها بتتكلم في التدعيمات. لا بص انت لو بصيت للموضوع كابتن ميدو انا ببص لها من نظره ثانيه. ان انا ماشي ثمان لعيبه ده ريسك جامد جدا في ان انت تمشي لك ثمان لعيبه بين الدورين. ده انا حاسس ده النجاح اللي حصل بالنسبه للناحيه الاداريه. ان انا مشيت ثمان لعيبه ما كانوش مقديين وجبنا 8 لعيبة مكان. الحمد لله كان إضافة 8 لعيبة. طبعا في الانتدابات الصيفية هيبقى في تدعيمات وتبقى تدعيمات إن شاء الله إن شاء الله تكون على مستوى نادي الاتحاد. طبعا لو القائمة 25 هيبقى التدعيمات في حدود برضو من 6 ل 8 لعيبة. تمام. يعني هي دي بس محتاجين طبعا 6 8 لعيبة يبقوا على المستوى برضو المطلوب ان احنا السنة الجاية ما نعانيش زي السنة اللي فاتت. تمام. طلعت مهاجم مميز إعارة كابتن محمد. طلعت مانوتشو إعارة لنادي بنياس الإماراتي. دي برضو نقطة تانية. دي برضو احنا لازم يعني ايه نحط عليها سبوت شوية. احنا يعني الحمد لله دخلنا للنادي حوالي 5 مليون جنيه. تمام. بطلوع مانوتشو إعارة الست شهور دول ب 500 ألف دولار سوري ب 50 ألف دولار. وطلعنا وبعنا عطوة ب 220 ألف دولار. تمام. فاهم؟ فده حد ذاته برضه هيبقى طبعا 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 ان انت بتطلع لعيبه بفلوس وتطلع لعيبه هي ما كانتش بتفيدك. لا ده حاجه كويسه جدا. ان هيرجع تاني لمناتش كابتن محمد ولا ممكن يبقى فيه اتجاه لبيعه او اعارته مره تانية؟ لسه لغايه دلوقتي موضوع الاجانب بالنسبه لنا كابتن ميدو هولد. لان انا عندي 4 لعيبه في الوقت الحالي. عندي مانوسو على ذمتي، عندي سيسي، عندي بناهيني، عندي ويلسون. عندي ويلسون وبناهيني سنتين لسه قدامهم سنتين. سيسي طبعا ما نشوف نادي الزمالك. عندي مانوسو ولغايه دلوقتي احنا معمول هولد على الموضوع لغايه ما نشوف بس موقف الناس دي ايه. تمام. لكن بتتابعوها كابتن محمد فندم؟ بتتابعوه يعني بتتابعوه عارفين نتائجه وعارفين مستواه اكيد؟ طبعا هو هداف الدوري هناك بس هو مش في الدوري ممتاز. هو في الدرجه الاولى. تمام تمام. بس هم فرقته صعدوا. تمام. يعني هو فرقته صعدت يعني. تمام. هبارك لك بقى على ماتش الزمالك. قلبت الدنيا في اخر مباراه وقلبت الدنيا كمان في نادي الزمالك. يعني بص خلينا نتكلم بواقعيه اكتر يا كابتن ميدو. الحمد لله كان ربنا موفقنا. احنا التوفيق كان مش حالفنا في حوالي 6 مباريات ان احنا نتعادل في اخر وقت من المباريات 6 ب 12 نقطه تقريبا راحوا مننا. لكن ماتش الزمالك ربنا كان موفقنا كويس قوي. احنا الشوط الاولاني زي ما الكابتن عمر قال احنا ما كناش على المستوى ومستوانا كان وحش جدا وكان خطوط بعيده واللعيبه ما كانتش نازله تايهه شويه. لكن الشوط الثاني يمكن تمسكنا شويه وبالتالي ربنا وفقنا الحمد لله في ان احنا نفوز على نادي الزمالك. طبعا يعني فوز عريض وفوز يعني بالنسبه لنا 3 نقاط من اهم 3 نقاط اللي حصلوا لنا في خلال الدور الثاني. اكيد يعني. وبقالكم كام سنه الاتحاد ما فازش على نادي الزمالك كابتن؟ 5 سنين. بالظبط. عشان كده فوز كان مهم جدا. طبعا. يعني مش عارف اقول لك ايه. ربنا يكرمكم يا رب وكل التوفيق ليك والجهاز الفني والحاج محمد مصلحي. يعني نادي كبير جدا بحجم نادي الاتحاد السكندري يستاهل اكتر من كده بكتير. وان شاء الله يرجع على ايديكم كابتن محمد. حبيبي يا كابتن ميدو وبشكرك وبشكر كابتن ضياء وكابتن محمود. حبيبي. وان شاء الله ودعواتكم لينا في الفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله في الموسم القادم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا كابتن محمد ابراهيم مدير الكره في نادي الاتحاد السكندري. زي ما حضراتكم او زي ما الكابتن محمود ابو الدهب قال ان نادي الزمالك ما يعني ما بيخسرش كوره بصراحه. انا ما بامنش كتير قوي بالنيات لكن مش عارف يعني. شفنا الهدف اللي سجله نادي الزمالك في نادي الاتحاد هدف مميز جدا وهدف ملعوب وهدف شكله حلو قوي اللي احرزه باسم. لكن الزمالك خسر في اقل من 5 دقائق مباراه. ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. طبعا كان شكله حلو طبعا. ماشي. احنا وقفنا فين يا كابتن؟ سموحه. الاهلي سموحه والاهلي والماتش خلص 0-0. احنا مش عايزين نتكلم بسرعه على اسماعيل يعني الاهلي ما شاء الله مخلص كل حاجه. مش كده في حاجه يا كابتن؟ لا يعني في حاجه ان الكابتن حسام ريح لعيبه كتير جدا لانه اللي كان يهمه ماتش الكاس ماتش الداخليه في الكاس. فطبعا بالنسبه له ان ماتش سموحه خلاص انا حسمت البطوله
ما فيش مشكلة بالنسبة لي، بدل فرصة لبعض اللعيبة اللي ممكن أشوف برضو أخذ قرار جدي فيها أو قرار نهائي فيها، أطلع بعض الناشئين اللي أشوف ممكن أقدر أعتمد عليهم ياخدوا الخطفة بتاعة الدوري، خطفة المباريات الرسمية. كل دي أنا بقى أنا شايفها من جوايا من وجهة نظري إنها كروت إيجابية أو يعني مبررات، مش هقول أنا مش هتفرق معايا، لا أنا بالنسبة لي محتاج ماتش الداخلية أكتر من ماتش سموحة، وده الوقت اللي يشوف فيه لعيبة اللي ويريح ويريح كمان يا كابتن. ففي حتة كمان يعني 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 أنا برضو عايز أقول إن حتة الانسجام اللي كانت ما ظهرتش عليها يمكن برضو الفرقة أو الشكل بتاع النادي الأهلي في ماتش سموحة ده لعدة عوامل، فرق كتير في خمسة ستة كانوا مريحين، عايز أدي ثقة يمكن للعيبة اللي موجودة، اشوف زي ما بقول لك انا اقف عليهم وعلى مستواهم في ماتش كويس ومع فرقه محترمه وكويسه. في نفس الوقت كانت الناس برضو مستنيه ان الاهلي يعدي الماتشات اللي هي المجمل الماتشات اللي هي كسبها عشان يكسر بيها الرقم بتاع 2004 تقريبا. لكن يمكن برضو انا شايف ان مروان محسن من اكتر المكاسب في الماتش دوت ان هو محتاج بس مش اكتر منه كابتن ده ان هو يعني يجيب جول، تحركاته 10 على 10، بيتحرك من احسن اللعيبه اللي في مصر في مركز نمره 10 دوت. وطبعا كابتن ميدو انت راجل فيرود وعارف مروان بيتحرك كويس جدا 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 في الحته دي، لكن محتاج ثقه الاهداف ان هو يجيب جول. في كام كوره تعبت ليه هيدرز تقريبا او حتى في انه يحط دماغه صح او يحط رجله صح او يروح للكوره صح، دي فرقت شويه في تقديره لان دي ضايعه منه عشان الماتشات اللي ما لهاش هي دي بس مشكلة. بص تحرك كابتن، لا تحركه هو فيرود ذكي كمان يا كابتن، بيخلق لنفسه فرصة يعني هو برضه انا بقول لك من اكتر الفراوده اللي بيتحرك صح وبيساعد يا كابتن على فكره لو عندك حد في بلاي ميكر كويس جدا في الملعب بيساعده جدا بتحركاته. فانا شايف ان الماتش دوت كان برضه يعني حاجه كويسه ليه في ماتش تقيل وماتش كويس يقدر يجي بيه بعد كده. وزي ما اتفقنا بقى يعني ماتش سموحه طبعا هو تحسين مراكز، بيفكر انه كان يوصل للمركز الرابع او الرابع الذهبي، فعلى ما اعتقد كان عنده برضو الأسبقية كابتن انه يقول لك انا وقفت قطار انتصارات النادي الاهلي بعد 2019 مباراه رسميه. بصراحه يعني شرف ان حد يوقف قطار النادي الاهلي. طبعًا طيب ارحب بالست اللواء اشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي. اهلا بيك يا ست اللواء. اهلا بيك كابتن، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ طيب وكل الضيوف اللي عند حضرتك ربنا يخليك يا رب. عايز ابارك لك على النتائج الجميله اللي عاملها الجهاز الفني والفوز الاخير على طنطا 2-0 كابتن مختار مختار ومعاه مجد عبد العاطي. ابارك لك في الاول، وحضرتك لو عايز تتكلم على الجهاز الفني او تتكلم عن نادي الانتاج اتفضل. والله الحمد لله احنا يعني بفضل الله الجهاز عندنا عامل شغل كويس مع الفرقه وماشيين بخطه ثابته، وبرضه في ظل امكانياتنا ماديين وموجودين في منطقه كويسه في الدوري وفي الاستراتيجيات يعني، والحمد لله ده يعني ده عارف حضرتك ان النجاح ده نجاح لمنظومه متكامله باداره بجهاز بلاعبين، فالحمد لله ربنا موفقنا وان شاء الله بنامل في اللي جاي يكون خير باذن الله. اكيد يعني ست اللي هو طموح نادي الانتاج الحربي هل ممكن يزيد في الموسم المقبل لاعتلاء مركز متقدم في المربع الذهبي، ولا حضرتك بالرؤيه الفنيه المستقبليه لنادي الانتاج الحربي؟ لا بكل تاكيد طبعا ان شاء الله يكون في طموح وطموح مشروع باذن الله. بدانا يمكن الموسم السنه اللي فاتت كنا ترتيبنا كان متاخر شويه. بدانا الموسم ده باعداد جيد وباختيارات مناسبه وبدنا بالاعمار السنيه اللي فاتتنا. الجهاز اشتغل وكان هدفنا ان احنا نتواجد في منطقه مطمئنه. وده ان شاء الله كمرحله باذن الله الموسم الجديد يكون طموحنا افضل باذن الله يعني. اكيد يا ست اللواء، يعني المتطلبات للمراكز المتقدمه بتحتاج ميزانيه اكتر شويه، هل الميزانيه في نادي الانتاج الحربي تسمح باحتياجات الكابتن مختار مختار، ولا هي بتبقى ميزانيه مقننه او في احتياجات معينه بالفعل؟ والله احنا طبعا في ظل امكانياتنا وفي ظل برضه ان احنا يعني لدينا سقف معين في التعاقدات بنجتهد مع الجهاز ان احنا برضه بننتقي اللعيبه، وبرضه يمكن الاعداد الجيد في بدايه الموسم من المعسكرات وخبره الجهاز اللي معانا اتعوضنا شويه عن الموضوع دوت. وطبعا بلا شك لازم برضه الفرقه تكون متجانسه ما بين لعيبه مثلا مميزه، وبرضه يعني بحيث في النهايه تشكيل الفريق وتكوينه متجانس وبرضه يتوائم مع امكانياتنا يعني.
اكيد. وده طبعا ده يعني بيدفع لنا يعني شيء من المسؤوليه والتعب شويه، بس ان شاء الله يعني مع الجهاز ومع اللعب اللي موجود باذن الله عندنا طموح باذن الله نكون في المكان احسن ان شاء الله. اكيد يا ست اللي هو يعني كابتن مختار طلب بالفعل لعيبه ولا لسه الموضوع ده شويه؟ لا مش شويه طبعا، ده التوقيت طبعا انت حضرتك عارف كل انديه الدوري النهارده كله بيفكر طبعا في بالظبط الموسم الجديد، خصوصا ان الدوري من مده خلاص يعني اتحسم ومجموعه الفرق اللي هي بتنافس على الهروب من الرباط يعني تقريبا برضه يعني المؤشرات بتشير لبعض منها، فمعظم الفرق النهارده بدات تبص للسنه الجديده سواء من الناشئين سواء من اللعيبه اللي عنده او من المراكز اللي عندها في الجدول، وطبعا بس الان عندنا في الوقت المناسب برضه عشان ما ياثرش على بقيه على حالنا اكيد 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 اكيد. يعني ست اللي هو ان شاء الله كل التوفيق لنادي الانتاج الحربي في الموسم المقبل، وان شاء الله نشوفه في المكانه اللي تليق بنادي الانتاج الحربي معاك ومع كابتن مختار. ست اللي هو اشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي، شكرا جدا لحضرتك. يعني عشان وقتنا قارب على الانتهاء، نادي المصري والنصر، والمصري كسب بهدفين مقابل هدف. اقول لك يا كابتن يمكن المصري وقتنا يعني من الفرق اللي هي يمكن عندها طموح كبير جدا، يمكن بقى لها اربع سنين عندهم استقرار مع كابتن حسام حسن، بيلعبوا في بقى لهم سنتين ثلاثه بيلعبوا في بطوله افريقيا يا كابتن، عاملين استقرار كبير بشكل كويس، عنده لعيبه صغار السن محترمه. الحاجه الثانيه يا كابتن يمكن عندهم يمكن فرقه المصري بتلعب السنه دي بتلعب على الفوز دايما، يمكن دي ميزه كمان ما كانش موجوده في فرق النادي المصري زمان، لكن بيلعبوا على الفوز بيلعبوا على المكسب. كانوا هم كانوا متاخرين بهدف ضد فرقه النصر لما كنت بكلم انا وكابتن ضياء على فرقه النصر، من الفرق كويسه جدا وبتلعب كوره كويسه معاهم مدرب محترم، لكن عايز اقول لك على حاجه يا كابتن، قعد في الدوري الممتاز بيتطلب حاجات كتير جدا طبعًا. ان انت لازم تشتغل ما تطلعش بقى ضيف وانزل. ما انا بقول لك يا كابتن هم بقى لهم سنتين بيصعدوا وينزلوا في نفس الموسم، فطبعا لازم يشتغلوا عليهم بشكل كبير جدا. المصري من الفرق المحترمه، عندهم ماتش اللي جاي مع مولانا بتمنى لهم الفوز، كان عاملين شكل محترم في السنه دي معاهم مدرب كبير زي كابتن حسام حسن، وعندهم استقرار اداري وفني، فاتمنى لهم الفوز ان شاء الله في افريقيا. اكيد اكيد. مصر اتكلمنا على الزمالك والاتحاد السكندري، والاتحاد السكندري كسب بهدفين مقابل هدف. نتكلم على ماتش مصر المقصه والرجاء واللي انتهى لصالح مصر المقصه بثلاث اهداف نظيفه. يعني اتكلمنا على مصر المقصه. مصر المقصه برضو يعني اتصدم شويه كابتن برضو في تغيير مدربين كتير اللي بالنسبه له. لعيبه يمكن حسين الشحات برضو من اكتر اللعيبه اللي كانت مأثره في مصر المقصه، يمكن بدايه مصر المقصه في اول السنه اثرت كتير جدا على مسيرته في الدوري لغايه المركز اللي هو موجود فيه دلوقتي. مصر المقصه لو كان ابتدى بنفس مناها كان على ما اعتقد كان قريب جدا 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 ان هو بالنسبه له المركز الثاني، او ممكن كان يحب يعني ينافس على الدوري، لكن للاسف التغييرات دي اثرت فيه بالسلب وما كانش في استفاقه غير لما المشاكل دي كلها راحت تمام وبدا يعني يفوق شويه الفتره اللي فاتت ديت. يعني الرجاء بسرعه جدا، الرجاء طبعا كده يعني مش عايز اقول الفرص وضعفت جدا جدا لسة جدا جدا لسه يعني لسه لا يا كابتن بس صعبه شويه كابتن يعني انت بتيجي تبص ايوه بس صعبه كابتن شويه اربع جولات انا مش عارف اقرب المنافسين 30 نقطه يعني خمس نقاط ده هيرجع يا كابتن للمباريات المتبقيه ومع مين بالزبط. لو مع فرقه بتنافس تبقى العمليه صعبه جدا، لكن لما فرقه فوق هتبقى الاريحيه بالنسبه لهم. برضه 12 نقطه كتير يا كابتن. ما انا زي ما بقول يا كابتن دلوقتي الداخليه محتاجه، احنا بص هي 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 محصوره بين مين يا كابتن دلوقتي؟ الداخليه وطنطا الداخليه وطنطا ودجله تمام كده؟ محصوره خلاص بينهم دلوقتي، يعني صعب دلوقتي طلع الجيش صعب جدا يعني. الداخليه الوحيد اللي عنده 30 مباراه يعني يصلوا اربع مباريات. لو خسر داخل في القصه لا صعب يا كابتن شويه يعني صعب. ما انا بقول لك انا مش عارف الماتشات المتبقيه، لو الماتشات المتبقيه دلوقتي يعني صعب نجيبها دلوقتي، لكن ال- 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 الرجاء 25 مباراه يا كابتن يعني محتاج عشان يطلع فوق 25 نقطه 25 نقطه علشان يطلع على طنط كمان على 30 يا كابتن على 33 خلينا نقول 33 طيب كتير يا كابتن انت بتتكلم في 8 بونت يعني ثلاث ماتشات يكسب ماتشين صعب يا كابتن لا صعب خلي بالك عنده الخساره دي صعبت عليه بس عنده الرجاء عنده النصر الماتش الجاي يعني ماتش ممكن بالنسبه له يقول لك ماتش سهل بخصوصا ان النصر ممكن يكون 8 يبقى 25 بونت 28 بونت فممكن يعني من يعني اللي هياخد الدوري يا كابتن اللي هيقعد في الدوري يبقى عنده 34 بونت 34 بونت يعني للاسف وقتنا انتهى يا كابتن ضياء للاسف
ربنا يخليك بسرعه كابتن ده بسرعه نورتنا شويه ربنا يبارك فيك حبيبي ربنا يخليك يا كابتن محمود نورتنا شويه حبيبي كابتن ميدو ربنا يخليك يا رب هقول لكم بسرعه قبل ما اختم معاكم هداف الدوري العام الاهلي وليد ازارو مصر مكاسا جون انطوي الاسماعيلي ديجو كالديرون دجله عمر السعيد المصري بوسعيد احمد جمعه الاهلي عبد الله السعيد الزمالك كابونجو كاسونجو الاسماعيلي تاني ابراهيم حسن معين العرب احمد علي مصر مكاسا حسين الشحات المعار او اللي اتباع خلاص لسه هداف مصر مكاسا والاهلي جونيور اجاييه 9 اهداف وليد ازارو يعتلي قائمه الهدافين برصيد 17 هدف دايما الوقت بيخلص معاكم بسرعه ودايما بتنوروني وتشرفوني ومع السلامه